أنا وسهلا دكتور محمد. دكتور محمد، أخبار حضرتك إيه؟ تمام يا باشا، اتفضل يا باشا. طيب، لو إحنا بنتكلم إن النتورك دايجرام مقسومة لنوعين من المسائل، أكتيفيتي أون أرو وأكتيفيتي أون نود، يبقى إحنا كده بنتكلم على مسألتين، والمسألة بتاعت الإيرند فاليو اللي هي المشروع مثلا أهيد أوف سكاجوال، بيهايند سكاجوال، أوفر بادجت، أندر بادجت، دي مثلا هنعتبرها مسألة. فإحنا بنتكلم كده على ثلاث مسائل. النتورك دايجرام ممكن نرسمها، ما اعرفش انتوا هتعتبروا ان احنا نرسمها دي مساله ثالثه ولا رابعه ولا لا، بس هما كلهم الموضوع يعتبر مسالتين. المساله الاولى اللي هي النتورك دايجرام دي، اللي هي احنا بنرسم الشبكه علشان نطلع، بنعمل سكادجولنج للمشروع وبنحدد البرنامج الزمني بتاع المشروع عشان نشوف ايه الكريتيكال باث ونشوف الفلوتس وايه اللي ممكن يتاخر وايه اللي ممكن ما يتاخرش. طيب احنا بنستخدمها في ايه؟ عشان نعمل البيز لاين بتاع المشروع. ان احنا بيكون عندنا ليست من الاكتيفيتي بنعمل لها سورت الاول، وبنقسم المشروع بالدبليو بي اس ورك بريك داون ستراكشر للاليمنتس بتاعه المشروع عشان نقدر نحصر السكوب بتاعنا ونوصل لاخر ليفل موجود في الدبليو بي اس ونحطه تحته الاكتيفيتي في حاجه اسمها الورك باكج. تمام كده؟ طيب في مرحله الايرند فاليو، الايرند فاليو دي مرحله مونيتورنج اند كنترولنج، بنعمل فيها ايه؟ بنقيم حاله المشروع بعد ما يكون بدا. يعني احنا خلاص خلصنا مرحله السكاجرنج والنتورك دايجرام وطلعنا بيز لاين واعتمدناه وبدانا في المشروع على الاساس ده، بعد شهر عايزين نقيم وضعنا وصلنا لحد فين. يبقى احنا بنعمل حاجه اسمها الايرند فاليو، اللي احنا بنجيب فيها الايرند فاليو والاكشوال كوست والايه والبلاند فاليو، ونبدا نقيم الثلاث نقط بتوعنا. تمام؟ احنا ممكن يا دكتور النهارده نعمل يعني مراجعه كده على الثلاثه بس بسرعه، ولو في حد قدامه حاجه واقفه يقول لك. اوكي تمام خلاص، يلا نبدا في الاكزام ده وان شاء الله يكون مغطي جزء كبير، وبعد كده واحنا ماشيين لو في حاجه نوضحها. ماشي تمام. انا برضه في اكزام تاني في كام حاجه واقفه قصادي، بس لما تخلص. طيب تمام. وممكن واحنا ماشيين كنا عديناها مثلا ايه، او حلينا الجزء اللي انت بتسالي عليه. طيب اوكي. طيب ذا بيرت ابرو، معلش ثواني لحظة واحدة، لحظة واحدة يا رب. اتفضل. أنا بعتذر عن التأخير. ماشي ماشي أوكي، اتفضل يا دكتور. طيب تمام. طب تتكلموا في حاجة؟ لا لا كمل. على فكرة ما عندناش وقت كتير، يعني طيب تمام. الساعة 10 كمان في ميتينج تاني. أوكي طب يلا نبدأ بينا. ذا بيرت ابروتش اكتيفيتي استيميت is to combine the parameters in probabilistic technique. ايه البروبابيلستيك تكنيك؟ اللي هو تكنيك الاحتماليات، لان انا بيبقى عندي ثلاث احتمالات. ايه الاحتمالات الثلاثه اللي عندي؟ اوبتيمستيك وبيسيمستيك وموست لايكلي، هم دول الثلاث احتماليات اللي عندي. تمام كده؟ ذا بارامترز ار، هو بيسال عليهم، فهم دول الثلاثه بارامترز. تمام كده؟ الثلاثه بيتجمعوا يا دكتور صح كده؟ لا لا، بناخد الافرج بتاعهم مش بنجمعهم، بناخد الافرج بتاعهم. الافرج ممكن يبقى حاجتين، او ليهم معادله يا دكتور اللي هو انت اقسم على ثلاثه وانت المعادله اللي هي واحد. لا 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 بصي بصي، اول حاجه هو مش هيجيب بتاع الاسم على ثلاثه، هو قال لو عايزين تحفظوا على سته بي بلس او اللي هي بيسمستك بلس الاوبتيمستك في اربعه موست لايكلي على سته. طيب بصي، احنا كان في امبارح سيشن واتكلمنا على موضوع الاحتمالات وازاي بنجيب الافرج. مش احنا في الافرج لما نيجي نجيب افرج اي حاجه بنجمع الحاجه وبنقسمها على عددها؟ يعني انا لو عايز اجيب افرج رقمين بعمل ايه؟ بجمع الرقمين وبقسمهم على اثنين، صح كده؟ على عدد. طب لو ثلاث ارقام، لو ثلاث ارقام بجمع الثلاثه بقسمهم على ثلاثه، جميل كده؟ طيب تمام. ايوه معاك. طب انا لو انا عايز ادي، لو انا بجمع ثلاث ارقام وبقسمهم على ثلاثه، انا بجيب الافرج بس بدي ويت او اهميه لكل رقم مساويه للثانيه. يعني لو جمعت ثلاثه وقسمتهم على ثلاثه، يبقى انا بدي 33% لاول احتمال، بدي اهميه 33% لثاني احتمال، 33% لايه؟ لثالث احتمال. جميل كده؟ طيب في الحاله دي هو عايز يدي اهميه اكبر للموست لايكلي، عايز يدي اكتر للموست لايكلي اللي هي الايه الوقت ده، لانه هو الاكتر ان هو ممكن يحصل، فهو بيديله اهميه اكبر
بالمقارنة بالأوبتيمستيك والبيسيمستيك. علشان كده هو جمع أوبتيمستيك زائد بيسيمستيك زائد أربع مرات most likely وقسمها على الستة اللي هي مجموع الست احتمالات اللي هي مرة هنا ومرة هنا وأربعة هنا. فهمتي؟ هو average يعني most likely. معلش سؤال بس, most likely هاخد الرقم بتاعها وأضربه في أربعة وبعدين أجمعه عليهم صح كده؟ وبجمعه عليهم يبقى أنا فوق, يبقى أنا عندي فوق كم رقم مجموع, واحدة أوبتيمستيك واحدة بيسيمستيك وأربعة most likely, يبقى أقسم على كام؟ على ستة صح كده؟ فهو الموضوع محمد average. لو هو جاب لي السؤال إن هو جاب لي إن قيم الأوبتيمستيك والبيسيمستيك والمور likely تمام, جاب لي قال لي مثلا ايه دي مثلا بجزا ودي بجزا ودي كذا اوكي, وبعدين هيديني اختيارات ويقول لي ايه اديني الافريج بتاعتهم. هو هيديني الاختيار فيها اللي هي اللي اقسم على ستة واقسم على ثلاثة. هو حسب يعني الدكتور, هو مش المفروض, هو مش المفروض ان هو يديكي القانون. هو مش المفروض ان هو يديك الاحتمالين دول, بس لو هو اداك الاحتمال ده يبقى احنا نرجع للاصل بتاعنا ان احنا بندي اهمية اكبر للوقت اللي اسمه most likely وبندي له اربع مرات تمام وبنقسمه على ستة. انا حاسس السؤال هيجي كده هيدينا قيم ما ينفعش يبقوا الثلاثة مجموعين ومقسومين على ستة, يبقى ده غلط اصلا, يبقى الايكويشن اصلا غلط. لو الثلاثة مجموعين من غير ما نضرب دي في اربعة هيبقوا مقسومين على ثلاثة, دي ما فيش فيها كلام. ماشي تمام. ففاهم اقصد ايه؟ ماشي. سؤال بس في حتة دي, بس بعد اذنك في المسألة. انا سمعت الريكورد بتاع حضرتك بس انا وقفت في حتة, بس انا باجي بحسب كل اكتيفيتي اللي هي بجمعهم وضعهم في بعضهم على ستة, بعد كده بعمل كولم جديد وباخد فيه الارقام دي. بعد كده بعمل ايه؟ لا لا لحظة واحدة, انت بتجمع التلاتة وتضرب في اربعة وتقسم على ستة؟ لا يعني المستلاك اللي بضربها في اربعة. اه اوكي الاكويشن يعني بعمل معادلة مظبوط بقى وجمعناها في كولم كده جنب كل اكتيفيتي. بعد ما جمعت الارقام دي اعمل ايه؟ يعني انا برضه الرقم في الاخر. الرقم اللي انت طلعت له في الاخر ده هو ده مده تنفيذ النشاط. يعني اجمع الكولم كله, اجمع الكولم كله. لا 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 خالص. لا, لا 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 مش بتجمع حاجه. انت لكل اكتيفيتي مثلا اكتيفيتي اسمه ايه, مش انت بيكون عندك الاربع التلات اوقات اللي انت بتتكلم عليهم دول وانت عملت الايكويشن وطلعت برقم, الرقم اللي انت طلعت فيه ده هو ده المده اللي احنا محتاجينها عشان ننفذ النشاط ده اللي هو رقم ايه لكل واحد بتعمل له الموضوع ده, وكل اكتيفيتي هيطلع بالايه بالديوريشن بتاعته. يعني هو ده الديوريشن بتاع التاسك ده وتده. ايوه كل الكلام ده عشان اطلع الديوريشن اصلا. يعني مثلا السؤال ممكن يقول لي مثلا اكتيفيتي مثلا بي والديوريشن بتاعتها دي, فانا اقول له رقم بقى اللي انا جمعته صح كده؟ صح كده تمام كده تمام. والارقام الكتيره اللي انت بتجمعها في الكولوم اللي انت بتجمعها دي انت بتستخدمها عشان ترسم بيها الايه النتورك دايجرام اللي هي الاكتيفيتي اون ارو او الاكتيفيتي اون نود تمام. انا عايزه بس يعني اقول على حاجه ان هو لو انا لو هو عايز المعادله اللي هي مقسومه على 3 بيسال على حاجه اسمها 3 بوينت تريانجل اللي هو المثلث الثلاثي. اوكي في الحاله دي انا بجمع الاوبتيمستيك زائد البسمستيك زائد الموست لايكلي على 3. لكن لو هو بيتكلم في المعادله العاديه مش هيقول بقى اللي هي المثلث ده, مش هيقول تريانجل او 3 بوينت تريانجل. هو في سؤال بالمعنى ده جاي في الطريقه, يبقى ساعتها انا هتكلم على ان هو الاوبتيمستيك زائد 4 الموست لايكلي زائد البيسيمستيك على 6. تمام مظبوط كده صح كده. خلينا بنتكلم ان العادي ان احنا بنقسم على 6 الا لو حط سبيشال كيس وقال 3 بوينت تريانجل, يبقى ساعتها احنا بنتكلم ان احنا بنجمع الثلاثه ونقسمهم على 3. تمام طيب السؤال الثاني ده ما فيش بقى ان احنا نضرب في 4 لو هو قال كده صح, لو قال 3 بوينت. اه ما لا لا خلاص لا ما دام احنا كده كده قاسمين على 3 بالظبط, ما دام احنا قاسمين على 3 يبقى استحاله يكون في فوق 4 يعني أربعة. هو مديهم الثلاثة واحد هو بس زينك يعني الدكتور هو هنا هو بيحدد اذا كان هو 3 بوينت ولا بيرت. قال بيرت يبقى انا لازم اقسم على 6 واضرب الموست لايكلي في 4 على طول. قال 3 بوينت يبقى انا هجمع الثلاثة واقسم على 3. انا اعتقد ان الاثنين بيرت. صح. لا مش لا الاثنين بيرت. هو طريق الاثنين بيرت تكنيكس لان هي البيرت تكنيكس بتشمل الحالتين. الحاله الاولى ان انا شايف ان الموست لايكلي تايم او الموست لايكلي ديوريشن
ملهاش أهمية أكبر عن البسيمستيك والأوبتيمستيك، فساعتها أنا بساوي ما بين الثلاث أطراف وبديهم نفس القيمة أو نفس الويت. المرة الثانية أنا شايف إن الموست لايكلي هي الأكتر إن هي ممكن تحصل، بس أنا محتاج أخد برضو معايا في الاعتبار الأوبتيمستيك والبسيمستيك، ساعتها بضرب الموست لايكلي في 4، وفي الكيس دي البسطة عندي بقى فيه 6 أرقام مجموعين اللي هو 1 1 4 موست لايكلي بقسم على 6. تمام؟ تمام. ثاني سؤال: The critical path method approach activity estimate uses two time estimates. التو تايم استيميت اللي هو بيستخدمهم هو الكراش ملغي اصلا. هو ملغي السؤال الثاني ده ملغي يا محمد. طيب تمام. What سؤال 4 برضه ملغي. اوكي خلينا في 3. 3 كمان ملغي؟ لا لا أوكي. ثلاثة شغل أي حاجة كراش بس ثلاثة. أوكي What is it? The earned value management a systematic approach to the integration of measurement of. بيقول إن the earned value ده systematic approach بيحمل integration يعني تكامل ما بين الباراميترز اللي هم إيه أو إيه الميجرمنتس اللي بتدخل في the earned value management. الكوست بس ولا الكوست والسكجول ولا السكوب معاهم؟ هو انا هو في حاجه مش الثلاثه لان فوق كاتب كوست اونلي يعني انا في جتين. كنت هقول لك انا ما ينفعش يبقى عندي حاجه اسمها كوست اونلي وبختار اول اوف اباف يبقى انا دخلت بالظبط يعني انا السؤال ده هو غريب شويه بس خلينا نقول للارنت فاليو بيعمل ميجرمنت للكوست وبيعمل ميجرمنت للسكجول وبيعمل ميجرمنت للسكوب. لان ليه السكوب جه منين؟ مش السكوب اصلا هو اصل المشروع بعد ما عملت له ورك بريك داون ستراكشر عشان اشوف ايه الاليمنتس وايه الكومبوننتس اللي عندي في المشروع وايه السكوب عشان اعمل له كوست وسكجول صح كده. فالسكوب دخل معايا ابتدي كده. الاجابه المفروض تبقى بي وسي بس يعني مش اول اباف. ماشي بس ما علينا خليها اول اباف بحيث ان هو كوست وسكجول. ماشي اوكي. السؤال رقم 4 كده يا جماعه انا كده بقول له ان انا مش فاهم رسمي يعني. تمام. ما فيش اختيار ده. هو الدكتور قال لك ان في حاجات مترجمه غلط وفي اسئله محطوطه غلط ف يعني مش زي ما انتوا عايزين. هو بيقول لك ايه ان هو دي حركه يعني كده يعني هو متعمد انه يعمل حاجه زي كده. لا انا حاسه ان هو لما متعمد ولا حاجه يا دكتور هو مش فاضي خالص عايز يميز يا فندم قال لك هو عشان يميز هو بيبرر لنفسه فهو متعمد عشان يميز الناس من بعضها. طيب رقم 4 انت قلته هو مش معانا. لا ملغي. طيب رقم 5 if the crash time normal time دي برضو مش معانا عشان كده مش معانا ده مش معانا برضو خلاص. تمام. رقم 6 the activity cost slope presents هي ده تبع الكراش برضو. تمام. لا على فكره السلوب اوكي ماشي خلينا هو مش تبعنا. The project scope checklist must contain فيها البروجكت سكوب تشيك ليست. انا ساعات مثلا لما باجي اعمل تشيك ليست للمشروع عشان اشوف السكوب اللي عندي والحاجات اللي انا مثلا ايه عملتها والحاجات اللي انا ما عملتهاش بيكون في ايه بروجكت اوبجكتيفز. البروجكت اوبجكتيفز ده بيكون هو السكوب بس ان هاي ليفل. يعني انا مثلا التشارتر البروجكت تشارتر بيكون فيه بروجكت اوبجكتيفز ايه المهام او ايه التارجتس اللي انا عايز احققها من ورا المشروع ده. تمام كده. deliverables والايه والمايلستونز. طب احنا يعتبر كل جزء من الورك بريك داون ستراكشر او دبليو بي اس واحده من الدليفري ان احنا المفروض نسلمها. والمايلستونز دي بتبقى فيزز معينه لازم اخلصها واسلمها يبقى هي دي المايلستونز. تمام كده. المايلستونز دي مش اكتيفيتي. المايلستونز دي عباره عن نقطه حدث نقطه بدايه مرحله او نهايه مرحله. ممكن تبقى نقطه بعمل عليها كنترول يعني مثلا انا عايز اوصل لحاجه معينه في زمن معين دي المايلستونز. تمام. التكنيكال ريكويرمنتس والليميتس والايه والاكسكلوشنز. الجزء بتاع السكوب بيكون فيه التكنيكال ريكويرمنتس لان انا ما ينفعش ابقى اقول ان انا عملت السكوب بتاعي وانا مش عارف اصلا ايه التكنيكال ريكويرمنتس. انا مش عارف ايه متطلبات السكوب بتاعي فانا لازم بكون عارف السكوب
بيشمل ايه 1 2 3 4 بانهي اسبيكت بانهي ريكويرمنتس عشان اقول ان انا حققت السكوب. تمام كده؟ علشان كده في بعض المسائل يقول لك ايه انا خلصت السكوب بتاعي بس الكلاينتس او الـ او الـ او الشخص اللي المفروض استلم الديليفرابلز ما هوش ساتسفايد. ليه بقى؟ لان انا ما حققتش التكنيكال ريكويرمنتس والليمتس بتاعتي. تمام؟ فيبقى هنا البروجكت سكوب تشيك ليست لازم يكون انكلود كل التفاصيل دي. The work breakdown structure helps the project manager in the work breakdown structure. بيساعد في ايه؟ ان هو بيكسر في هيكل المشروع لغايه ما يوصل لجميع الاجزاء لغايه. صح كده؟ مظبوط كده. ده الديفينيشن بتاع الورك بريك داون ستراكشر، ان احنا بريك داون السكوب لحد ما نوصل لحاجه اسمها تانجيبل اليمنتس او تانجيبل ورك باكج، نقدر نعمل لها قياس من ناحيه السكوب، نقدر نحسب لها الديوريشن بتاعتها، نقدر نسعرها ونحسب الكوست بتاعها. ده الديفينيشنز او الغرض من الايه الورك بريك داون ستراكشر. بس هو انا بيقول لك هو بيهلب البروجكت مانجر عشان ايه؟ يعني هو بيساعد مدير المشروع في ان هو يوصل لايه؟ اللي هو يعمل مانجنج للبلان مش انا قلت لك دلوقتي بالظبط، مش احنا بنكسره عشان نوصل لورك باكج فيها شويه اكتيفيتي نقدر نعمل استيميت للوقت بتاعها والبادجت بتاعها والبلان بتاعها. شوف امتى البلان دي، يعني نقدر نعمل فينيش تو ستارت والسيكونس ما بين الاكتيفيتيز وبعضها، ان هدي البلان بتاعها. تمام؟ بيعمل لي فاسيليتيشن او فاسيليتيتس الايفالويشن اوف كوست والتايم. مش انا لما اوصل لحاجه اقدر امسكها او اكتيفيتي صغير زي مثلا ان انا اعمل جزء معين من المشروع اقدر اعمل له الحسابات بتاعه الكوست والتايم بتاعته، على عكس ما اجي اقول لك مشروع كده كبير جدا او ضخم مش هيبقى مش هعرف اعمل له استيميت اصلا. تمام؟ ديفاين كوميونيكيشن شانلز اند بتاع اند اسيست in coordination the various activity elements. هو بيعمل لي فاكرين في الدكتوره رباب كان في حاجه اسمها راسي RACI responsible accountable مش عارف ايه كده consultant. يعني كان بيوصل لمرحله ان الاكتيفيتي بيحط له مين اللي ريسبونسبل عنه، مين الاكاونتبل، بيعتمد على مين الاكاونتبل، مين الكونسلتنت، انت بتستشيري مين فيها، مين اخر واحده الاي دي كانت ايه اخر واحده اي مش فاكر، بس بيسهل لي ان انا ببقى عارف الاليمنت او السكوب الاخيره او الورك باكج مين اللي هيساعد ومين الكوردينيشن ومين الكلام ده. فهي الاجابه ايه هنا؟ هو دلوقتي المفروض اقول يعني المفروض كلهم هي المفروض اقول ده حقيقه، لان اصلا انا بعمل ورك بريك داون ستراكشر مش عارف، بس هو بيوصل للورك باكج بتاع الدكتور حجازي بيعمل فاسيليتيشن للاكتيفيتي استيميت وللكوست بتاعها، وبالتالي بنعمل حاجه اسمها بوتوم اب استيميتس، ان احنا بنجمع الورك باكجز كل واحده كلفت قد ايه وكل واحده وقتها قد ايه، ونقعد ننزل من تحت كده واحنا طالعين لحد ما نوصل لقيمه المشروع الاجماليه. فرقم يعني اتنين هو كده شايل يا دكتور، ممكن مستبعدها عشان كلمه تقييم يمكن، يعني فاسيليتيتس بتسهل ايفالويشن. لا انا شايفها صح جدا، انا مش عارف. لا هي صح. بصي هي صح. انا مش عارف هو ليه عاملها كده بس هي صح. بقول هو المفروض كان اول بالظبط. انا اعتقد ان هي اول اوف ابا، يعني دي تكون اجابتها. ماشي بقى، بس احنا هنجاوب الموجود يا دكتور، يعني لو ما فيش اول هناخد اثنين. ماشي اوكي ممكن كده. Analogous estimating is a technique for estimating ايه؟ هو الديوريشن والكوست. هي في حاجه اسمها باراميتر استيميتنج، وفي انالوجال استيميشن، وفي يونت استيميشن، وفي رافلي استيميشن. كل دي انواع استيميشن بتختلف من واحده للثانيه، وكلها عشان نحسب التايم الديوريشن بتاع الاكتيفيتي والايه والكوست، وممكن للمشروع كمان مش بس الاكتيفيتي. تمام؟ رقم 10 the three point triangular estimation is على دي اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها من شويه، صح؟ فاكره لما انت قلتي لي لو قال لي الثلاثه نقط نختار انهي واحده؟ على فكره دي غلط ودي غلط ودي غلط. الايكويشنز دي غلط ليه؟ لان انا بجمع ثلاث ارقام عشان اقسم على خمسه، دي ما بتحسبش افريج، ولا دي بتحسب افريج ولا دي صح، لان الاربعه مش موجوده هنا.
فانا انا اصلا في الاوبشن في المساله دي انا ما عنديش حاجه صح غير الاوبشن دي. فاهماني؟ مفيش غير اللي هي ثلاثة بس عشان هو هنا قسم على ثلاثة. لو حط هنا أربعة، لو حط أربعة جوه وحط ستة برة في اللي هي في السي يبقى صح. مظبوط كده، يبقى ساعتها ممكن أختارها مفيش مشكلة. تمام. Schedule variance الSV greater than zero اللي هو البوزيتيف implies that بيدل على بيدل على ايه؟ هو بيقول لي دلوقتي ان السكيدجول فاريانس، السكيدجول فاريانس المعادله بتاعته ايه؟ اللي هي الارنت فاليو على البلان فاليو ماينس البلان فاليو. تمام، حلو قوي. يبقى احنا هو في اتنين معادله، هو في اتنين. يبقى احنا اول باراميتر اللي الاولانيه ماينس، هو لا هو بصي هو الفاريانس، الفاريانس يبقى ماينس الاس بي اي اي اندكس هو اللي على الاندكس هو اللي على اي فاريانس طرح مش 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 اس. تمام. طيب هنا بيقول لي سكادجول فاريانس الاس بي، الاس بي الايكويشن بتاعته ايرنت فاليو ناقص الايه البلاند فاليو. تمام طيب انا ايه الحاجه اللي انا حققتها، ايه القيمه المكتسبه بالنسبه لي؟ الجزء اللي اسمه اللي في الاولاني اللي اسمه ايرنت فاليو، صح كده؟ فلو انا بوزيتيف معنى كده ان انا عملت ايرنت فاليو اكتر من الجزء الثاني اللي انا بطرحه اللي هو ايه البلاند فاليو اللي هو القيمه المخطط ليها، صح كده؟ يبقى من غير ما اكون حافظ، يبقى من غير ما اكون حافظ إيه بيعبر على ايه ان انا بوزيتيف المشروع متقدم، صح؟ ليه؟ لان انا الايرنت فاليو عندي اكبر من البلاند فاليو، يبقى انا هيد اوف سكيل. اساتذتكم يا جماعه بس لو يا دكتور لو في بس اقفل الصوت علشان انا في حد بيتكلم او حاجه زي كده او فاتح مايك. في حد عنده مايك سامع. تمام. رقم 12 ذا سكيدول بيرفورمانس اندكس الاس بي اي، هنا بقى بيتكلم على الاندكس، يبقى دي كده يبقى انا بتكلم على اسمه. تمام كده ماشي. طيب اسمه ايه على ايه؟ بيتكلم سكادجول بيرفورمانس، سكادجول بيرفورمانس اندكس. انا كده كده اول باراميتر عندي اللي هو الايرنت فاليو، الايرنت فاليو بقسمه على ايه عشان اجيب سكادجول؟ اللي هو الايرنت فاليو على ال اس بي اي. لا فاليو فاليو مظبوط، يبقى الايرنت فاليو على البلاند فاليو، يبقى الايرنت فاليو على البلاند فاليو بيعبر على ايه؟ لو هو جريتر ذان واحد ان انا كده اهوت هيد اوف سكيدول. مظبوط صح كده، ليه اكبر من الواحد يبقى انا الايرنت فاليو اللي عندي اللي هو فوق اكبر من القيمه اللي تحت اللي هي اسمها بلاند فاليو، يبقى كده في الحاله دي انا هيد اوف سكيدول. تمام كده. رقم 13 if a project has a schedule performance index SPI of 0.9. دي بقى اقل. يبقى بيهايند. جميل قوي. هو هنا جايب لي الاوبشنز او ضارب شكل مختلف هنا. شكل مختلف في الرقم 3، في رقم 3 بيتكلم على البادجت، هنا بيتكلم على الريسكاجوال، يبقى انا ما جابليش السي بي اي، يبقى انا هستبعد رقم 3 اصلا من حساباتي، ورقم 4 كمان هستبعدها لانه بيتكلم على فلوس. تمام كده. طب ايه اللي بيتكلم على بلاند سكاجولينج اللي هو اول حاجه بيقول لي ان 90% من قيمة الأعمال اللي كانت مخطط ليها هي بس اللي خلصت. على فكرة دي بتعبر أكتر جملة بتعبر على الإكويشن هي الجملة دي، إن أنا لما يبقى عندي SPI بتساوي الـ SPI بتساوي إيه؟ الـ Earned Value، الـ Earned Value على الإيه؟ على الـ Blend Value، صح كده؟ طيب 90 من 100 دي يعني إيه؟ يعني 90 على 100، صح كده؟ تمام. 90 على 100 اللي هي انا حققت فوق 90 وكان تحت المفروض احقق 100%، يبقى 90% من الاعمال اللي كانت بلاند اللي هي تحت في المقام انا عملت منها قد ايه؟ 90% اللي هو الجزء اللي فوق. تمام. هي واضحه؟ يعني هو في السؤال قال ان هي اقل من واحد اللي هي 90.90. هو دلوقتي ده المشروع، ده الباك، دي نقطة الكنترول. تمام كده. النقطة بتاعت الايرنت فاليو فين؟ جاية تحت هنا كده. تمام. دي اللي هي الايرنت فاليو. جميل كده. دي البلاند فاليو، لازم البلاند فاليو بيكون هو اللي واقف على الايه، على واقع على الخط بتاعت ايه، بتاع المشروع البلاند، لانه ما بيتغيرش. طب انا دلوقتي بيقول لي ان انا الايكويشن بتاعتي الاس بي اي تمام كده بتساوي ايه على ايه؟ بتساوي ايرنت فاليو على البلاند فاليو. تمام كده.
طيب جميل قوي. ليه انا اخترت رقم ايه مش رقم بي؟ بيقول لي في بي دكتور هو انت... اخر جملتين فيها بادجت وبادجت وديت مش 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 كلام معانا. الجمله الثانيه فيها هول بروجكت فبرضه ديت مش هي النقطه يعني المخوله في الجمله. فما فيش قدامي الا التو ديت اللي هو الخاصه بالارنت فاليو في الوقت اللي احنا فيه. انت سبقتيني الخطوه في اللي مقارنه أنا كنت عايز... مع البلان. انت سبقتيني في الخطوه في اللي انا كنت عايز اوصله حالا بالرسمه يعني دي ان انا اللي هو رقم بي بيقول ان حققت 90% من دي النقطه الاخيره بتاع المشروع. في حين ان انا لما باخد خط كده خط قياس انا بقيس الايرنت فاليو من قيمه البلاند فاليو للنقطه دي مش لنهايه المشروع بالظبط مش لنهايه المشروع صح كده. فهي دي النقطه ايه ان انا بستبعد رقم سي عشان كده تمام. 14 A project with both schedule performance index SPI and the cost performance index CPI of اللي مشروع الاثنين بتوعه بيساوي كام؟ القيمتين بتوع SPI والCPI بيساوي كام؟ 8/10 أو 80% تمام؟ The project حالته إيه؟ سيئة في الاثنين لأن over budget يعني over budget و behind schedule تمام. او ممكن لو احنا قدامنا اجابات شبه الاجابات اللي فوق دي هنقول ان انا عملت 80% من البلاند ووركس اللي كنت مخطط ان انا اعملها وايه تاني والحاجة التانية ان انا حققت الايرند فاليو ان الفلوس بتاعتي اللي انا حققتها بقيمة 80-100 من الاكشوال كوست اللي انا صرفتها. باينة؟ لا بس هو هنا يا معلش يا دكتور بتاع 14 هو قال ان الكوست 0.80. طب فين الرقم بتاع السي بي اي؟ لا لا لا, لا لا هو بيقول دلوقتي ذا بروجكت ويز بوس الاثنين كلمه بوس دي هو بيقول ان الاثنين بيساوي 80% الاثنين تمام كده اهو. بصي كلا من المؤشرات ما خدتش بالي منها تمام. طيب رقم 15 according to earned value management which term below presents the outstanding amount of money required. بصي هو هنا بقى بيسال ايه outstanding amount of money required to finish the project. هو بيقول لي ايه القيمه الاوت ستاندنج دي يعني زي ايه الاستيميت القيمه بتاعه الاستيميت اماونت اوف ماني يعني اوت اوف ستاندنج دي ممكن نشيلها نحط مكانها ايه استيميت اماونت اوف ماني ريكوايرد تو فينيش. هو اصلا جاوبها يعني هو اوت ستاندنج بتعبر عن الايه عن الاستيميت وبيقول لي ريكوايرد تو فينيش يبقى ايه الفينيش ده اللي هو الكومبليشن يبقى ريكوايرد تو ايه تو فينيش يعني تو كومبليت صح كده تمام. يعني هي الـ هو يعتبر انا شايفها ان الجمله دي نفس الصياغه دي بالظبط. طب لو احنا انتوا فاهمينها ولا احنا هنا ليه ما قالش ات كومبينيشن يعني الفرق ما بينهم ايه الفرق ما بينهم ايه هنا التو ده كل ده البادجت لا الاي تي سي دي محتاجين ده كذا علشان نخلص المشروع. طيب بص هقول لك حاجه يعني بتكلم في الحاجه اللي انا محتاجه انا اصلا صح كده الاي اي سي اللي هي البادجت اوف ات كومبليشن دي معناها الكرنتلي استيميشن يعني انا دلوقتي التوقع الصرف كام حتى الانتهاء من المشروع مظبوط كده. واحدة بتتكلم أنا عايز كام عشان أخلص والتانية بتتكلم توقع الصرف كام حتى الانتهاء الـ currently estimation مش حتى بقى الانتهاء خليها بقى إيه وقت الانتهاء أو ككل لوقت الانتهاء مظبوط. هو فوق كاتب finish يعني هو قصده اللي هي two combination صح كده؟ طب ما اللي ولو كتب totally ولو كتب totally برضو يبقى قصده كده صح؟ المقياس ما بين الاثنين الكلمة دي أني كلمة يا دكتور أنا to finish لحد ما نخلص to finish لحد ما نخلص المشروع finish okay. طيب عشان برضو نفهم الـ estimate to complete والـ estimate at completion عشان لو في حد مش فاهم الـ expressions بتاعتها عشان لو جت في مسألة برضو تمام. دلوقتي أنا جيت عند النقطة دي
نص المشروع في الوقت ده وقيمت الاكشوال كوست بتاعتي اللي انا حققتها، تمام؟ الاكشوال كوست اللي انا صرفته لحد هنا، جميل كده. طيب الفرق ما بينهم استيميت تو كومبليت، انا دلوقتي الباك دي اسمها ايه؟ بادجت ات كومبليشن. بمعنى ايه؟ ان انا لو انا كنت ماشي بنفس اللي انا بخطط له كمصاريف خلال الفترات كلها لحد من اول المشروع لنهايه المشروع، كان المفروض اقفل المشروع عند القيمه دي، تمام كده؟ تمام. ايه اللي حصل عندي بعد فتره من المشروع لما جيت اعمل ابديت في الوقت ده؟ لقيت ان انا عندي فاريانس، انا عندي اختلاف في الاسعار، انا مش بصرف زي ما انا مخطط له من اول المشروع. طب ايه اللي حصل؟ انا عندي فاريشن. الفاريشن ان انا لقيت نفسي بصرف اكتر من القيمه اللي انا المفروض كنت اصرفها بمعدل، تمام كده؟ كنت طيب. مخطط في الشهر الواحد ان انا اصرف مثلا 3 مليون، صرفت 2، صرفت 4 كده، صح كده؟ مظبوط. طيب هو دلوقتي كلمه استيميت دي يبقى انا بعيد حساباتي تاني، كلمه اوت ستاندنج دي ان انا بعيد حساباتي تاني. طيب استيميت تو كومبليت، انا دلوقتي هقفل لحد فين؟ تو كومبليت، كومبليت انتم متخيلين الكومبليت هيبقى فين عند النقطه دي مثلا؟ هو المفروض اللي هو يكون خلص لحد النقطه دي الاي اي سي، لحد النقطه اللي حضرتك بتقول عليها فوق لحد الباك، اما الاي تي سي لحد النقطه اللي انا واقفه عليها، صح كده؟ لا، الاثنين مش لحد طيب. النقطه دي ولا لحد النقطه دي، انا بعمل فوركاست، بعمل استيميت تو كومبليت. ما تنسيش كلمه كومبليت، ما تشيلهاش من تفكيرك. تو كومبليت يعني انا بعمل استيميت من عند الاي سي لغايه البادجت. بس لا مش لا 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 الباك دي لو انا كنت ماشي لا 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 طب هقول هنا اوكي. الباك ده لو انا ماشي بنفس المخطط لي من اول المشروع وان انا هصرف 1000 او مليون كل شهر وصرفت مليون كل شهر عشان احقق الاعمال اللي موجوده في الشهر ده، ولو كنت ماشي على زي ما الكتاب ما بيقول كنت هوصل للباك. بس انا دلوقتي كلمه استيميت اعاده حساباتي، تمام كده؟ تو كومبليت يبقى انا بعيد حساباتي لحد ما انهي المشروع. يبقى انا بعمل فوركاست من نقطه الاكشوال كوست بالفاريشن اللي حصل، وبعمل اكسبكتيشن بنفس الفاريشن واشوف انا هوصل لفين لحد النقطه دي الجديده دي اللي هي مالهاش علاقه بالباك. طب النقطه الجديده اللي انا وصلت لها اللي مالهاش علاقه بالباك دي اللي هي انا اخدت كده التاثير بتاع الفاريانس اللي حصل وحطيت نقطه جديده اسمها ايه؟ اسمها estimate at completion. اوكي، فالبادجت الباك ده البادجت at completion ده قيمه المشروع اللي انا كنت مخطط اللي انا اوصل لها من اول المشروع، وانا واقف في التايم زيرو هنا وبعمل خطتي، برسم الخط اللي اسمه بلان دي فاليو، بقفل المشروع على ايه؟ على القيمه اللي اسمها مليون عند التايم ده. حضرتك اللي كان بيسال على التايم ده، التايم الافقي ده، التايم ده خط التايم. يعني مثلا لو انا المشروع كان مدته 24 شهر يبقى ده الاسبوع ال 24، تمام كده؟ طيب خلينا نكمل. هو انتوا فصلتوا او انتوا مش مستوعبين، صح كده؟ لا لا معاك. طيب لا تمام. طيب انا دلوقتي الفرق ما بين الاكشوال كوست والارنت فاليو ده اسمه ايه؟ ده اسمه فاريانس، كوست فاريانس. الكوست فاريانس ده الاختلاف في السعر اللي حصل لي لحد النقطه دي. طيب هل انا دلوقتي كحد عايز اعمل فوركاست يعني توقع لنهايه المشروع هيقفل امتى؟ هقول ان المشروع هيقفل عند نفس القيمه اللي انا كنت محددها وانا بعمل تخطيط للمشروع. مش منطقي، لان انا اذا كان انا لسه في الوقت ده اللي هو مثلا عند مرور 6 شهور وحصل عندي فاريشن، حصل عندي تغير في قيمه الحاجات اللي انا بنفذها وما بين الفلوس الحقيقيه الفعليه اللي انا بصرفها عليها. دكتور محمد، ولو اقاطعك بس هو هنا هي واضحه على فكره، هو بيقول لك تو فينيش. ما انا عايز تو كومبليت. انا مش انا 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 مش انا مش بشرح ده عشان دي خالص على فكره، عشان المسائل اللي جايه. بالظبط. انا عايزكم بس في دماغكم تبقوا مستوعبين ايه البارامتر ده وايه البارامتر ده من غير حتى ما يكون قدامكم اي حاجه، تمام؟ طيب دلوقتي انا عندي في النقطه دي كده تغير
ما بين الاكشوال كوست وما بين الايرند فاليو، تمام كده؟ قيمه التغير ده نسبه، هنقول ان النسبه دي مثلا هنقول ان هي ايه 90% او 9 على 100 او 9 من 100، تمام كده؟ تمام. طيب لحد النقطه دي انا قسمت الايرند فاليو على الاكشوال كوست، اداني ايه 9 من 90% او 9 من 100، جميل كده؟ 9 من 10 سوري، 9 من 10 او 90%، اوكي؟ طيب انا دلوقتي عايز اعمل تخيل المشروع هيقفل امتى، انتوا ايه رايكم؟ عشان كده انا ممكن نضرب اللي هي بتاعت 9% 9 من 10 في التوتال بتاعي ده هوت، علشان يجي لي المسافه ما بين الاكشوال كوست لغايه البادجت الجديد، صح حقيقة. ولا ايه؟ صح كده. انت عشان عارف الايكويشن ولا انت بتفكر؟ لا انا بفكر، انا راجل بتاع ماس اساسا. على فكره اللي انت بتقوله ده هي دي الايكويشن بتاع استيميت ات كومبليشن، دي الايكويشن وهنروح لها دلوقتي حالا. اول ما نمسح الكتابه دي هوريك ان الاستيميت ات كومبليشن اللي هي الاستيميت، شايفين يعني ايه كلمه استيميت؟ كان الاول باك شلت البي وحطيت الاي، لان الباك دي كانت بادجت، البادجت ده التسعير بتاع من اول المشروع، فالباك دي بتتحول لحاجه ايه، بنغير الحرف اللي هو البي لاي استيميت ات كومبليشن. يبقى الرقم الجديد اللي هيتحط هنا اللي انا عايز اوصل له واللي انا عايز اخمن انا هوصل له ايه، بدل البي دي هنحط ايه استيميت والحرفين التانيين ات كومبليشن. انتوا استوعبتوا ان نقطة نهاية المشروع اتغيرت لنقطة جديدة اسمها estimate at compilation بدل الباك، لما خدت في بالي او في حساباتي تأثير الـ CBI اللي حصل؟ اه تمام كده؟ النقطة دي هتبقى اعلى منها يا دكتور بمقدار الفارينس، صح؟ صح مظبوط فعلا، وبمقدار الفارينس والفارينس عندي كنسبة 90 من 100 هو 90%، يبقى هو نفس الفاريانس، يبقى انا هاخد قيمة الباك اللي انا كنت بعمل لها اللي انا كنت متخيل ان انا هقفل عليها في الاول، وهحط الباك اللي هو قيمة المشروع الاصلية، وهعمل ايه بقى؟ هقسمها على السي بي اي اللي هو الكوست بيرفورمانس اندكس اللي هو كام عندي في الحالة دي 90%. لما اقسم الباك على ال 90% هيديني البارامتر ده استيميت ات كومبليشن، ات كومبليشن بدل باك بادجت ات كومبليشن بقت ايه استيميت ات كومبليشن، لان خلاص انا عملت فوركاست وعملت استيميت المشروع ممكن يقفل امتى باعتبار التغيرات اللي حصلت النهارده، جميل كده؟ تمام. طيب ايه الاستيميت تو كومبليت بقى؟ اللي هي القيمه بتاعه الفارينس اللي زادت من الباك للبوست للاخر. ايوه بالظبط صح. انا دلوقتي من الاول هنا لحد الاخر هنا اسمها استيميت ات كومبليشن، بعد ما خدت في اعتباراتي الفاكتور اللي حصل، الفرق ما بين القيمه اللي انا متخيل ان انا هوصل لها لقيمه الفلوس الفعليه اللي انا صرفتها النهارده اللي هي المسافه دي اللي اسمها اكشوال كوست، هي دي الايه استيميت تو كومبليت. انتوا دخلتوا زوم تاني في ازاي يا دكتور؟ في نفس اللينك؟ ده انا بعت لينك تاني. انا مش عارف هو ده الجروب فعلا؟ لا انا بعته على لا ايه؟ لا من وضع الجروب، ما احنا داخلين من الجروب يا فندم، انا ما شفتوش. صدق احنا دخلنا ازاي طيب؟ دخلت حد من زمايلي بعت لكن انا ما شفتوش على الجروب. ممكن يكون النت عندك مش عارف ازاي، مش متخيل. احنا دلوقتي احنا فهمنا واستوعبنا استيميت تو كومبليت تو، عشان اخلص بقيه الاعمال من النقطه اللي انا واقف عندها اللي اسمها اكشوال كوست، انا محتاج فلوس قد ايه، يبقى الحته دي كده. بس استيميت ات كومبليشن هو بيتكلم على قيمه المشروع الجديده هتبقى كام بعد التغير اللي حصل. بس سهله، انا ما شفتش الجزء ده، مشكله انت مسجله بقى، ما انا دخلت متاخر اصلا، انا اللي بسالك عليه. كويس ان انا مسجل. لا لا هو بصي ان شاء الله الله يسهل لك كل صعب يا دكتور، سهل واضح ان شاء الله، الله يسهل لك كل صعب ان شاء الله. according to earned value management which term blue presents the budget اللي هي البلاند كوست، تمام كده؟
of work to be completed to date. دكتورة تهاني انت فاتحة الكاميرا بجد؟ استنى ما شفتهاش. طيب شكرا الحمد لله. انا بنقابل الحمد لله. والله بصي امانه يعني ايه افتح الكاميرا ولسه حوالين الكعبه لو في اتنين كده الواحد حتى يبقى احسن محاضره يعني. ادعي لنا بس يا دكتور عواد يعني يعدي الامتحان الصعب ده. هيعدي كله هيعدي ان شاء الله بالنجاح ان شاء الله. بجد يعني اشكرك جدا على الحته ديت اللي انت وضحتها بتاعت الاستيميشن تو كومبليشن او استيميشن ات كومبليشن. بصراحة حضرتك وضحتها بشكل يعني سهل جدا 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 وربنا يكرمك يا رب. يعني الكلمتين دول بقوا دلوقتي انتم متخيلين اماكنهم فين في المشروع وعشان نحسبهم ازاي؟ ايوه بالظبط حتة التخيل على رسمة هي دي اللي احنا كنا محتاجينها. اه تو كومبليت من النقطة اللي انا واقف فيها. طب انا واقف في انهي نقطة؟ في نقطة اسمها اكشوال كوست لان انا بتكلم على فلوس على فكرة تمام كده؟ انا واقف في نقطة فلوس فعليا انا صرفتها لحد النهاردة. الفلوس دي النهاردة كام؟ انا صرفت 500,000. طيب بالتغير او الفاريشن او التغير في قيمه المشروع اللي حصلت النهارده الديفيشن اللي حصل الفاريانس اللي حصل انا هقفل على كام؟ بدل ما اقفل في 10 مليون هقفل على 10 مليون 500 تمام كده؟ ال 10 مليون 500 الجديده اللي انا هقفل عليها دي استيميت ات كومبليشن اللي هي قيمه المشروع الفعليه بدل ما كانت باك بقت ايه؟ حطيت بدل البادجت بقت استيميت. وانا عايز اقول لكم فرق ما بين كلمه بادجت وكلمه كوست. البادجت دي اللي هي الـ 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 في الاقتصاد اسمها ايه؟ موازنه؟ لا ميزانيه اعتقد. تخيلي ميزانيه. عارفين لما نبدا سنه ماليه ويقول لك ان الدوله خصصت ميزانيه كذا للسنه الجديده في تطوير مجال مش عارف ايه. موازنه. ايوه هي كلمه متهيألي موازنه تمام كده. فدي بتبقى استيميت. طب هل الموازنه دي هي الفلوس الفعليه اللي هو بيصرفها؟ لا هو بيحط بادجت. البادجت ده بتبقى قيمه فلوس متخطط ليها. هو اصلا موضحها هنا بلاند بادجت اللي هي البلاند كوست. البادجت دي مقصود بيها البلاند كوست تمام كده. بس الكوست لوحدها من غير كلمه بلاند دي ما اسمهاش بادجت. الكوست دي يبقى فلوس فعليه تبقى اكشوال. كوست دي تكلفه انما بادجت انا متخيل حاجه بس لسه مش متاكد منها. معنى ان انا اتاكدت منها بقت كوست تحولت لكوست تمام كده. فهنا بيقول لي which term blue present ايه اللي بيبريزنت البادجت بتاعه البلاند كوست اوف ورك تو بي كومبليتد تو ديت. طالما تو ديت يبقى البلاند فاليو. لا هو كومبليتد تو ديت دي لوحدها انا اقول لك عليها ايرند فاليو لان حجم الاعمال اللي انا نفذته لحد النهارده هي القيمه المكتسبه هي الايرند فاليو. انما ايه اللي حولها لبلاند فاليو ان هو بيقول لي حجم الاعمال او حجم الفلوس اللي انا كنت مخطط لها ان انا اخلصها لحد النهارده. ما قالش اللي انا خلصتها لحد النهارده، قال لي البلاند اللي انا كنت هخلصها لحد النهارده. فكلمه البلاند او كلمه البادجت دي حولت الجزء بتاع completed to date لبلاند فاليو. معايا؟ معاك تمام. مش باينة صح؟ أنا لسه داخل معاك دلوقتي والله يا دكتور، لسه جاي من سفر 7 ساعات. طب وداخل معايا تعمل إيه؟ روح ريح وابقى اسمع الفيديو. ده بعدك تريح. بصوا الايرنت فاليو دي القيمه المكتسبه اللي انا حققتها لحد النهارده. انما هو بيقول لي دلوقتي ايه اللي بيعبر على البلاند كوست اوف ورك تو بي كومبليتد تو ديت. انتوا فاهمين الفرق ما بين دي ودي صح؟ ندخل على اللي بعدها. احنا انت بتقول ايه؟ معاك. ندخل على اللي بعدها ولا عايزين توضيح في دي اكتر؟ بصراحة يا دكتور محتاجة توضيح. أنا كنت هختار ultimate to complete، ما كنتش هختار أصلا لا البلاند ولا الإيه ولا الإيرنت. لا لحظة واحدة لا إزاي يبقى أنت كده؟ اللي أنا كنت بشرحه من شوية
لما كنت بقول لك ان دي الباك، لما كنت بقول لك ان دي الباك صح كده، وكنت بقول لي ان ده الخط الابديت بتاع النهارده، ده التو ديت صح كده، الاستيميت اد كومبليشن موجوده هنا صح كده، استيميت تو كومبليشن، وقلنا ان قيمه النهارده لحد الاكشوال كوست هنا تمام. هو مدام قال لي تمام، مدام قال لي تو ديت، انا استبعدت الثالثه والرابعه. ليه بتقولي كده؟ انا بقول لك ليه، هو هنا كتب انا بقول عشان كلمه تو ديت، عشان كلمه تو ديت انا بقول يعني لا الثانيه كانت يعني الثانيه كانت اد كومبليشن، الثانيه كانت اد كومبليشن كان بيتكلم لا عن انا اللي لخبطتني تو بي كومبليتد، to be completed work to be completed. بيقول لي اللي بيمثل اللي تعال نشوفها بالعربي كده، ما المصطلح يمثل المبلغ المطلوب لإكمال الأعمال حتى تاريخه طب دي تبان كأنها actual cost، مبلغ المطلوب صح، وانا بقول لك كلمه المبلغ المطلوب دي كانها فعلا، بس هو مش جايب اكتر الترم في العربي مش مبين قوي زي الانجليزي، لان كلمه بادجت اللي موجوده دي معناها قيمه مخطط ليها من اول المشروع، عشان كده هو كاتبها في اخرها خالص، تنبه ان هو غلط فكتب بالنسبه الى الميزانيه المخططه في الاخر خالص. الميزانيه يعني المخططه دي هي البادجت بالعندي دي، ما هو ماشي، بس يعني انا قصدي ان طيب. هو يعني لما كانتش مكتوبه حتى تاريخه دي كنت يعني تحس ان هو لافف يا دكتور او في السؤال مش خلينا نكون متفقين ان استيميت تو كومبليت و استيميت اد كومبليشن دي غلط، لان هو بيتكلم تو ديت، تو ديت او ايه حتى تاريخه، معنى كده انا بتكلم على الخط ده اللي هو تاريخ الابديت، تاريخ الابديت ده ايه الحاجات اللي عليه، اكشوال كوست ايرند فاليو بلاند فاليو. ايوه فاحنا ممكن نفتكر لان اما البلان فاليو او الايرن فاليو تمام. طيب الاكشوال كوست بتعبر على ايه؟ على قيمه فلوس فعليه، اكشوال ده هنا كاتبها لي صريحه بلاند مش اكشوال، انا استبعدتها اصلا. تمام. طيب انا استبعدت الاكشوال كوست لان هو ما قاليش اكشوال كوست، قال لي بلاند. طيب دلوقتي الفرق ما بين البلاند كوست اوف ورك تو بي كومبليتد، شايفين تو بي كومبليتد دي بقى؟ ما قالش اوف كومبليتد ورك، قال لي للاعمال اللي كده المفروض تخلص تو بي كومبليتد، يبقى كده انا استبعدت الايرند فاليو ودخلت في البلاند بقى. امال لو قال اوف ايه، قول كده يا دكتور عشان برضه ايوه انت بقى تبقى ايرند فاليو بقى، انت تبقى ايرند. انا استبعدت الاكشوال كوست، هو قال لي تو ديت، تو ديت دي يبقى انا استبعدت الاستيميت اد كومبليشن، استبعدت الباك البادجت اد كومبليشن، استبعدت الفارينس ما بين الاكشوال كوست للاستيميت اد كومبليشن اللي اسمه استيميت تو كومبليت، استبعدت الثلاثه دول لانه ما جابليش اد كومبليشن خالص، قال لي تو ديت. انت تبقى ايرند فاليو بقى امتى تبقى ايرند فاليو؟ لو قال لي بريزنت تمام، بريزنت ذا بادجت او البلاند اوف ورك بيرفورمد او كومبليتد، كلمه تو بي دي بوظت لي الدنيا، خلت حولتها لي لبلاند، كلمه تو بي دي اللي هي كان المفروض اخلصها، لو كلمه تو بي دي اتشالت من المعادله وقال لي البادجت او البلاند كوست اوف ورك completed او performed او performed to date، انا كده بتكلم على الايرنت فاليو. يعني هو يا دكتور يعني مش فاهم حاجه كده يا دكتور، معلش انا كده اتلخبطت هنا في العربي، هتفصل في العربي هيفصل لك الموضوع، بيقول لك المبلغ المطلوب لاكمال ثانيه المبلغ كده يا دكتور. ايه الفرق بينهم كده؟ انا كده اتلخبطت. ايرنت فاليو بتساوي انت عندك هنا في المستقبل المبلغ المطلوب لاكمال الاعمال، يبقى هنا ده البلاند فاليو، لكن الاوريدي انت العمل اللي انت انجزتيه او ان انت حصلتيه دي حاجه تانية بقى. يعني هنا بيقول لك المبلغ المطلوب لاكمال الاعمال او work to be completed to be لسه ها في المستقبل، لكن انا وانا عندي في اللقطه بتاعتي اللي هي to date يبقى انا بتكلم على الايرنت فاليو، هو بقى to be دي راح اتكسرت الايرنت فاليو، الايرنت فاليو اعمال المفروض انها اتنفذت خلاص. تمام اما دي حاجه في البكره يعني، بس فندم كل الامتحان عباره عن الغاز، يعني انا ما شفتش حاجه سلسه ودايركت، يعني
احنا نفضل كل سؤال نبقى شاكين فيه في الامتحان هو يقصد ايه. يعني هذا يا جماعه احنا نغش من بعض بقى. انا رايي تحفظوها زي ما هي عشان هو هيجيبها زي ما هي. احفظوها احنا زي ما هي. ازاي فين زي ما هي فين يعني نقعد نشوف فين يا طب دي باينه هنا الايرند فاليو هي البادجت فاليو. هما الاثنين بادجت فاليو هما الاثنين بلاند فاليو ما فيش حاجه فيهم اكشوال كوست. لان لو كلمه بادجت فاليو او البلاند يعني بادجت دي اللي هي البلاند فاليو تمام لو اتغيرت لاكشوال يبقى احنا كده دخلنا في الاكشوال كوست. الفرق ما بين الايرند فاليو والبلاند فاليو ان دي قيمه الاعمال للشغل للاوف وورك سوري اوف وورك بيرفورمد او كومبليتد تمام كده اللي خلص تمام دي القيمه المكتسبه دي الايرند فاليو. بس الثانيه بقى البلاند فاليو اوف وورك تو بي كومبليتد لسه ده الفرق ما بينهم تمام ماشي يا دكتور انت مش مقتنع بس مش هتفهميها ممكن هنعد على شويه. احنا بصراحه داخلين على يعني لو ربنا وفقنا على العملي يبقى كويس. النظري ده احنا وحظنا بصراحه يعني لان هو فعلا بيلعب بالالفاظ كتير هو بص لا هي محتاجة استيعاب شوية بس خلينا نكمل وبعدين هنرجع لها تاني. يا دكتور ما استيعاب ماشي لوكي هو از توكينج كان مين مين اللي كان بيتكلم هو انا يا جماعة قبل كده لازم نبقى نحل جماعي في المدرج بإذن الله مش هل... واللي واقفين لنا زي العفاريت دول فين الحل جماعي فين هو فين ده احنا حوالي 30 واحد حوالي طيب السؤال رقم 17 بروجكت الترجمه اللي بتحصل دي بروجكت ويز ايرنج يا دكتور محمد خد لك 5 6 كده جنب منك. هو فين دكتور محمد؟ انا بقعد في تاني منزل ماليش دعوه. انا هجيبك في الاخر يا رندا هو وراكي على طول. احنا كلنا نحاول اونلاين ونروح المدرج اللي تحتنا لا ونروح المدرج اللي تحته كلنا نحاول اونلاين ونروح المدرج اللي تحته ونقعد كلنا جنب بعض كده بقى وهم فوق مثلا مع نفسهم واحنا نقعد عايشين حياتنا تحت ونتعامل اونلاين. فكره كويسه كل واحد بس هو الاونلاين. انا امتحنت الترم اللي فات اونلاين بس عايز اقول لك يعني ما كانش في غش ولا حاجه ليه عادي دي. يعني بس هو الدنيا كانت حلوه يعني بس ما كانش محمد هو المادتين اللي فاتوا انا خلصتهم في 10 دقايق اقسم لك بالله 10 دقايق طب عشان الريكورد وعشان الناس اللي هتضطر تسمع الكلام ده ممكن يدعوا علينا فتعال نكمل بصراحه. The project was earned value قيمة الايرند فاليو القيمة المكتسبة لحجم الأعمال اللي أنا نفذتها 1000 تمام كده؟ لكن لديك موارد تبعثية من المنظر تم حوض شركة تخفيض وقت إتمام المشروع تبع سريع المشروع هو ده إيه ده؟ في حد بيقرا حاجة؟ في حد بيتكلم؟ دكتور محمد اعمل ميوت انا بشوف ميوت اول وكمل اوكي. طيب هاي هنا بيقول لي ان الايرند فاليو القيمه المكتسبه للاعمال اللي انا نفذتها عملت اعمال بقيمه 1000 دولار صرفت على حجم الاعمال اللي بقيمه 1000 دولار 800 دولار في حين ان انا لحد الوقت ده كنت مخطط ان انا اعمل بس حجم اعمال 800 دولار تمام كده يعني انا لحد النقطه دي كنت متخيل ان انا هعمل حجم اعمال من مخطط ليها بقيمه 800 طب انا عملت بكام عملت فعليا 1000 ال 1000 اللي انا عملتهم فعليا صرفت عليهم قد ايه 800 what is the schedule variance ال SV اللي هي البي في ماينس البي في ماينس 800 بس 800 بتاعه البي في مش بتاعه الاكتف صح مظبوط صح يبقى كده 200 دولار 200 دولار الماينس دي مش ماينس دي بتاعه الاوبشن ايه يعني هي 200 صريحه لان الايرنت فاليو 1000 ناقص 800 هي 200 تمام كده تمام اهي تمام حلو قوي.
رقم 15 مشروع القيمة المكتسبة ايه ده هو ده ماشي 18 هو نفسه بس بالعربي اخترته 200 صح كده دي ايه ايوه هي محلولة تحت منها اه لا ما هي دي نفسها العربي بتاعها You are the project manager of a road paving project. A total of 10 kilometers of road is to be paved over 5 months period. أقول لكم حاجة عشان وإحنا بس إيه كده وإحنا مشغلين ممكن نشوف الدنيا دي بقى فيها إيه. دلوقتي مشروع تنفيذ حجم أعمال كام؟ 10 كيلو. تمام كده؟ خلال فترة قد إيه مدة المشروع؟ ده السكوب الكامل. خمس شهور التوتال بادجت التوتال بادجت اللي هي البادجت ات كومبليشن لحجم الاعمال اللي متخيلها التوتال المشروع بالكامل 10000 دولار يبقى دي البادجت ات كومبليشن 10000 دولار ذا بروجكت از ناو ات ذا اند اوف ذا ثيرد مانث تمام كده يعني انا دلوقتي بيقول لي ان انا في مشروع وان انا دلوقتي دي القيمه بتاعته وان ده الخط بتاعي ان انا المفروض كنت هقفل هنا عند الشهر رقم 5 ان انا هنا باخد ابديت عند الشهر رقم 3 تمام وان انا كنت المفروض هقفل هنا بحاجتين والله ان انا اكون نفذت 10 كيلو تمام وان انا اكون عملت حجم اعمال بكام ب 10000 دولار ده انا بترجم اللي احنا قرأناه تمام طيب عند الاسبوع الثالث ده بيقول لي احنا عملنا 8 كيلو اوف رود بيفد دي يعني تنفذ اوف رود بيفد تمام كده غير to be paved to be دي يعني إن شاء الله هيحصل تمام إنما أنا عند الشهر الثالث قال لي إن أنا فعلا حرفيا أنا نفذت 8 كيلو من المشروع وصرفت spent actual cost وصرفت تمام 8000 spent cost actual cost تمام كده the schedule performance index كام اطلع لا هو الاول انا هحط الارنت فاليو اللي هي المفروض ال 8 الاي في هحط 8 والاكتوال كوست برضو 8000 والمفروض البلاند بتاعي يبقى الشهر الثالث يبقى 6000 يبقى 6 هو كده 6 صح 6 هو احنا الاول بنقسم ال 10 على عدد الشهور ان شغاله تمام صح كملي صح كده فيبقى عندنا 6 يبقى عندنا في اكتوال كوست زياده 2000 اما البلاند دي هبقى متقدمه لاساس ان ال10 على الخمس شهور يبقى المفروض ابقى منفذه 6 كيلو هو نفذ 8 يبقى المشروع المفروض متقدم واوفر بادجت وهحسب بقى الاس بي اي احط الاي في دي ب 8 وهحط البلاند دي ب 6 6 صح بس يبقى 8 على 6 8 على 6 صح كده يبقى صح يبقى كل اللي انت قلته مظبوط ان انا دلوقتي خلال 5 شهور اكون نفذت 10 كيلو بالمناسبه دي تنحل بطريقتين دي تنحل بطريقتين ان احنا نوزع على 10 كيلو ممكن احلها على طول الطريق اللي لان انا عندي 10000 دولار وعندي 10 كيلو ال 10 كيلو ال 10 كيلو لو انا وزعتها على الخمس شهور او ال 10000 وزعتها على الخمس شهور هيطلع معدل 2 بير مانث طب انا دلوقتي الكات اوف ديت عندي او تاريخ الداتا ديت التاريخ الابديت بتاعي كام الشهر الثالث اكون خلصت في 3 شهور قيمه قد ايه 6 كيلو المفروض انا خلصت 8 يبقى 6 كيلو هو بيقول لي ان انا نفذت فعليا 8 كيلو تمام كده وصرفت فلوس فعليه هو بيسالني على السكيدجول فانا ماليش دعوه بالحته دي انا ماليش دعوه بحته 8000 سبنت دي انا ماليش دعوه بالاكشوال كوست تمام كده يبقى انا حققت ونفذت 8 كيلو تمام كده 8 كيلو من اصل 6 كيلو عند الوقت ده 8 على 6 هو هنا ممكن يروح مزود لنا سؤال يقول لك ايه موقف المشروع فساعتها بقى نقول لو هو مثلا متقدم ولا متاخر وكذا 8 على 6 133 هو صوت مش واضح تمام صح كده 8 على 6 بيساوي هو دلوقتي المشروع ده ahead of schedule and over budget over budget over budget under budget under budget under budget ده صح في كام
شوف الارن كام والاكشوال كام. انا الارن 8000 والمفروض كان يبقى صارف 6 بس يا فندم. لا 8 المفروض فيها ليها 8 لان الفاليو ليها 8 6 ده في الشهر الثالث يا جماعه. من 10000 مقسمين على 5 شهور ب 2000 الشهر المفروض يبقى صارف 6. طيب 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 ممكن 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 اقول لكم ممكن اقول لكم المشروع اون بادجت. اون بادجت ايوه صح اون بادجت ما هوش لا لا اوفر بادجت ولا ولا اندر بادجت. المشروع اون بادجت عشان 8000 على 8000 لان انتوا النقطه النقطه ان انتوا قارنتوا انتوا قارنتوا انتوا قارنتوا البلاند فاليو بالاكشوال كوست. البلاند فاليو عمرها ما تتقارن بالاكشوال كوست. انت انت كنت شاطب على انت انت شطبت على كلمه سبند اللي هي 8000 اللي هو صرف 8000. لا هو دلوقتي شباب الاعمال ب 8000 اللي انا خدتها يا دكاتره 8000 يبقى زيرو 8 8 زيرو يا جماعه صح. لا انا بس في نقطه انا في ناس عندها بس شويه خلط لان هم قارنوا بلاند فاليو قارنوا بلاند فاليو بالايه بالاكشوال كوست. صار قرنوا قرنوا ال 8000 اللي انا صرفتها فعليا بال 6000. ما ينفعش يا جماعه الايرنت فاليو فين فين الايرنت فاليو يا جماعه. الايرنت فاليو ده المقياس بتاعي اللي بي اللي مره بحسبه مع البلاند فاليو ومره تانية بحسبه مع الاكشوال كوست. ما تاخدوش ما تاخدوش بلاند فاليو وتقارنوه بالاكشوال كوست. ده ده انا انا الايرنت الايرنت بتاعي الايرنت بتاعي 8 كيلو يعني الاجابه 133 دي مش صح. لا 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 لحظه واحده بس. انا بتكلم انا بتكلم على الكوست. انا انتوا بتتكلموا دي صح ك ك ك كسكاجوال. انا بتكلم ككوست انا اون بادجت لان انا نفذت فعليا 8 كيلو بقيمه 8000 مخطط ليها وانا صرفت فعليا سبنت 8000 فانا ماشي على الميزانيه تمام صح. تمام تمام صح تمام. عشان بس الميزانيه المفروض الميزانيه بعد 8 شهور بعد 4 شهور تكون 8000. لا 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 لحظه واحده لحظه واحده لحظه. انا دلوقتي كان المفروض انفذ ال 8000 وانفذ ال 8 كيلو بعد 4 شهور بس انا سرعت في انتاجيتي وخلصت اللي المفروض اخلصه في 4 شهور خلصته في 3 شهور بس وصرفت نفس الفلوس. فانا دلوقتي متقدم عن البرنامج الزمني بمقدار شهر بس انا عشان انفذ 8 كيلو صرفت 8000 وانا كنت مخطط لكده. يعني انا اون سكادجول اون بادجت. دلوقتي احنا نقول متقدم على البرنامج ضمن الميزانيه مش كده اون اون بالظبط. خلاص واضحه 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 جدا. يعني ده بيقول لي ان انا هخلص المشروع بدري عن ميعادي هخلصه بدري عن ميعادي. طيب الاستيميت ات كومبليشن بالفوركاست بتاع النهارده انا الاستيميت ات كومبليشن بقى مش البادجت مش الباك مش البادجت ات كومبليشن اللي هي 10000. لا انا هعمل حساباتي وهعمل ري استيميت لحساباتي عشان اشوف انا هخلص امتى انا هوصل لكام. هخلص بدري هخلص ممكن في الشهر الرابع. طب انا هقفل المشروع على قيمه كام؟ 10000 12 لا لا 10 10 10 لان لان انا اون بادجت تخيل لان انا اون بادجت مفيش سي بي اي. انا لو جيت احسب السي بي اي هنا الاستيميت اد كومبليكيشن بتبقى ايه زائد ايه البادجت زائد ايه يا دكتور؟ استيميت اد كومبليشن دي بتاخد البادجت اد كومبليشن وبتقسمها على الفاريشن اللي حصل من الكوست اللي هو اسمه سي بي اي مش اس بي اي. السي بي اي هنا عباره عن واحد. لما اخد الباك اللي هو 10000 اللي هي قيمه المشروع واقسمها على واحد هتديني واحد هتديني ال 10000 نفسها. تمام كده؟ معلش يا دكتور لا وانا السي بي اي دي مش اللي هي الايرنت فاليو على الاكتوال كوست. لا تمام لا لا اس بي اي الاس بي اي لا السي بي اي سي بي اي ايوه كده صح ايوه مظبوط صح. طب ماشي الاكتوال كوست كام؟ الاكشوال كوست اهو دي 8 طب والايرنت فاليو كام؟ الايرنت فاليو كام انت قولي لي 8 الايرنت فاليو 8 لا طالما كوست يبقى احنا بنتكلم 8. على كوست صح كده يعني
الدكتور بس استاذنا حضرتك المفروض الاكتوال كوست النت فاليو هنا 6 الاكتوال كوست بتساوي 6000 هنا يا جماعه دي النت فاليو مش بتتكلموا على بلان فاليو النت فاليو عندك 8 كيلو والكيلو وال1000 كيلو او الكيلو بيتعمل بواحد ب 10000 ب 1000 ف 8 في 1000 8000 8000 على 8000 بواحد مظبوط كده ولا يا دكتور محمد صح مظبوط صح لا 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 هو لا الاكتوال انا كنت فاهمه واتلخبطت والله دكتور ثواني دكتور عندنا هنا ادي الفرصه دكتور محمد خليه يشرح لكم بالراحه طيب تعالوا انا رسمتين انا لازم رسمتين طيب انا دلوقتي هنا انا القلم ده طيب انا دلوقتي ده خط المشروع دي المده ده الخمس شهور انا ده البلاند فاليو بتاعي تمام كان هيقفل هنا على كام على 10000 انتوا عارفين الكي بيساوي انت صغيره تمام كده بيقفل على 10 كي اللي هو 10000 وكان المفروض احقق كام 10 كيلو جميل كده طيب انا دلوقتي عندي كام شهر ده شهر 2 3 4 5 جميل كده طيب انا دلوقتي هنا المفروض اعمل قد ايه هنا المفروض اعمل هنا قد ايه 2 كيلو 2 كيلو ب 2000 جنيه واصرف كام 2000 دولار 2000 ماشي وهكذا نفسها جميل طيب انا فين دلوقتي انا الخط اللي انا فيه فين انا موجود هنا الثالث الشهر الثالث يبقى هنا ده كده اول شهر اللي هو 1 مانث ده رقم 2 ده رقم 3 قال لي في نهايه الشهر الثالث اللي هي النقطه دي ايه اللي حصل عند الشهر الثالث ده اللي تم اللي حصل ان انا صرف 8000 وعمل 8 كيلو تمام قوي انا معلش النقطه دي از بلاند فاليو الخط ده بيمثل ايه من 10000 ومن 10 كيلو الخط ده اللي هو على الخط اللي انا رسمه النقطه دي اسمها ايه يا جماعه دي هيبقى الاكتوال فاليو بلاند فاليو دي البلاند فاليو لان ده خط التخطيط بتاع المشروع من اوله لاخره وده اللي ممتد للاخر واللي بيوصل لل10 كيلو بيوصل لل10000 ده اسمه بلاند فاليو النقطه دي از بلاند فاليو هنحسبها مره بالتايم ومره بالكيلومترز مره بالتايم يديني كام مره سوري بالكيلومترات يديني كام كيلومتر عند الاسبوع الثالث عند الاسبوع الثالث 6 كيلومتر 6 6 طيب بميزانيه كام 6000 اللي كان بيقول 8 تمام لا 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 انا مظبوط انا بفكر ان الابن فاليو طيب ده البلاند فاليو لان ده الخط اللي هو ممتد وده خط التخطيط بالنسبه لي اللي هو بنجيبه ال10000 او ال10 او ال10 كيلو بنقسمهم على الخمسه ونضربهم في الثلاثه يديني ال6 كيلو او ال6000 تمام كده للحالتين انا دلوقتي اللي انا عملته ايه بقى دلوقتي الاكشوال كوست الاكشوال كوست بتاعي كام مش دي الستة يعني الثمانية هنا تقريبا مش هنا دي الثمانية دي نقطة ال 8000 تمام باعتبار ان اللي فوق دي ال 10000 تمام كده دي ال 8000 تمام ايه اللي هنا اللي انا صرفته اللي اسمه الاكشوال كوست اللي انا صرفته اللي هو الايه اكشوال كوست لانه بيقول لي انا سبنت 8 تعالوا بقى للارنت فاليو بيقول لي دلوقتي البروجكت في الشهر الثالث قد ايه بيفد بيفد يبقى 8 8 فاليو 8 يبقى نفس النقطه دي هي اللي بتعبر عن ال 8000 هي بتعبر على الايه على ال 8 كيلو صح ولا انا غلطان حد متفق معايا ان النقطه دي هي نفسها نقطه ال 8 كيلو صح ان هي انا في مره عارف. قلت ان هي 8000 لان هو قال انا صرفت 8000 وهي نفسها 8 كيلو از ا فوليوم اوف ورك او حجم اعمال تام اللي هو الايرنت فاليو حد عنده اعتراض ان النقطتين على نفس النقطه
الـ earned value والـ actual cost وعين على بعض؟ لا تمام. تمام كده؟ يبقى أنا لما أنا في المسألة دي الحاجات اللي أنا كنت رسمتها راحت، أنتوا استوعبتوا الفكرة إن الـ earned value وقع على الـ actual cost علشان كده المشروع أصلاً on budget، ومتخيلين إن الـ estimate at completion هي نفسها قيمة المشروع، لأن أنا عشان أنفذ كل 2 كيلو بصرف عليهم 2000 زي ما أنا كنت مخطط لها. وصلت يا دكتور، وصلت. تمام تمام تمام. واللي فوق الدوائر ماشي اوكي. With reference to the diagram below, it can be inferred that the project. اوكي انا مش هجيب الاوبشنز، انا انتوا قولوا لي بالمعطيات دي الوضع المشروع ده ايه. 100% يا باشا، الارنت فاليو طالما تحت يبقى احنا 100 100 يبقى احنا ضايعين. اوفر بادجت وبايند سكيدجول، يبقى احنا ضايعين حضرتك. ايوه بالظبط كده، لانه هو الارنت فاليو هي المقياس بالنسبه لي اللي بقيس على اي حاجه. بالظبط، هي كده اوفر بادجت وبيهايند السكيدجول. مظبوط. تمام. طب في الحاله دي في النص هيد اوف بادجت هيد اوف سكيدجول واوفر بادجت. لا لا اندر اوفر بادجت، هو مش اوفر اندر بادجت هيد اوف سكيدجول. لا ليه هيد اوف سكيدجول يا شباب، احنا متاخرين بعد، احنا تحت البلان. لا بيهايند. ايوه ده خط التخطيط، ده انا تحت خط التخطيط للبلاند فاليو. البلاند انا كنت مخطط للنقطه دي وانا ما وصلتلهاش، ده انا تحتها، ده انا متاخر في البرنامج الزمني. بس انا صارف امتى؟ صارف اقل لان الفلوس هي اللي تحت. يبقى اندر بادجت صح كده، وبيهايند بيهايند سكيدجول. مظبوط behind the schedule and under budget. Okay. The forward buses. مين اللي عارف ال forward buses؟ تمام. Early start to early finish. Finished. تمام. والديوريشن. على فكرة expected time دي مقصود بها التايم بتاع المشروع. إن أنا بحسب طول ما أنا ماشي لحد ما أوصل للآخر بحسب expected time لانتهاء المشروع. This is the longest bus in the network. وش مسار الحركة؟ هذه الأسئلة حلوة، يا ريت يجيب لنا كده. هيجيب كده على فكرة، مش أنا ما أعتقدش إنه هيجيب أي معادلة. يا رب. بس في أسئلة زي المسألة اللي فاتت دي شوية يعني غلط. والله سهلة، بس ممكن. هي عايزة تقراها أنت بس كده شوية وتتمرن عليها أكتر من مرة تلاقي نفسك تمام. هي مدة الامتحان ساعة ونص ولا ساعتين يا جماعة؟ شهرين يا دكتور، شهرين مدة الامتحان. بيقول دايما ان المسار الحرج هو اطول مسار واقل وقت. دي ملخبطاكي صح؟ صحيح. ايه؟ جدا على فكرة. لا بصي، انا عايز اقول هو اطول. لا اطول وقت. انت عشان على فكرة عشان انت ما كملتيش الجمله. هو بيقول لك ان هو اللونجست باص، اسمه لونجست باص وهو اطول مسار. ليه هو اطول مسار؟ لان انا دلوقتي لو عندي انشطه جانبيه بتخلص في وقت اقل وفي وقت ما هوش ملحوظ بالنسبه للانشطه المتتابعه المتتاليه اللي هي عباره عن زي ما بقول كده سلسله رابطه من اول المشروع لاخر المشروع، ودي اطول سلسله. فلما اجي احط جنبها سلاسل ثانيه كده قصيره عنها مش هتفرق بالنسبه لي، لان الطول الاطول جاي لي من اللونجست باص اللي هو اكبر سلسله حلقات وجنب بعض بتوصلني لنهايه المشروع. تمام كده؟ تمام. المينيمم بقى اللي حضرتك بتقصديها، بيقول لك ها ايه هو المينيمم ديوريشن او المينيمم ريكوايرد ديوريشن علشان اخلص المشروع. انا دلوقتي لو وصلت ل 30 ينفع كلونجست باص وحسبت الحسابات بتاعتي الطويله ووصلت لل 30، وفي باصات ثانيه واحد بيقفل 24 واحد بيقفل 25، بس اطول مسار هو ال 30. فبيقول لي ايه المينيمم ديوريشن ريكوايرد تو كومبليت ذيس بروجكت،
ايه اقل وقت انا محتاجه عشان اخلص المشروع؟ 30 نفسها ال 30. ما هي نفسها 30 لان انا ما ينفعش اقل وقت محتاجه لاخلص المشروع هو نفسه الكريتيكال باث، لان انا ما ينفعش اقل اخلص قبل ال 30 هيبقى في اكتيفيتيز انا ما عملتهاش. بالظبط. فهو لما يجي يقول لي ايه اقل وقت انت محتاجه عشان تخلص المشروع، اقل وقت انت محتاجه عشان تخلص المشروع هو وقت المسار الحرج، علشان علشان انا معلش انا لازم اخلص المشروع. ما ينفعش ما اخلص المشروع، انا لازم اخلص كل الانشطه وكل الانشطه المتتابعه اللي وصلتني لنهايه المشروع اللي هو ال 30. تمام 100 يا باشا. يعني هو بيسأله قصدك بطريقتين، هو بيقول لي ايه اقل وقت انت محتاجه عشان تخلص المشروع، فهو الوقت بتاع المسار الحرج اللي هو بيحدد لي وقت نهايه المشروع. تمام. The accepted work breakdown structure must have at least كام level of decomposition؟ At least two. ليه معلش عشان ابقى عارف. اصل احنا في ليفل واحد، ده ليفل المشروع اللي هو اسم المشروع، ان انا اصلا ما عملتش بريك داون خالص. فانا معنى كلمه ان انا عملت بريك داون يبقى انا نزلت للمستوى الثاني، فانا من غير ما انزل للمستوى الثاني انا اصلا ما عملتش ورك بريك داون خالص. يعني هو بيقول لي عارفه اللي هو بيقول لك ايه، انت لو كسرتي لي، لو جبتك رغيف عيش وليك كسري لي رغيف العيش، اقل ليفل اقل مستوى انك تكسري لي رغيف العيش. طب النص اعمله اثنين، هو اثنين هو ده. انا هفتكر من غير دكتور محمد ممكن من غير تاني؟ من غير الورك بريك داون ستراكشر انا سبت رغيف العيش كامل اللي هو عباره عن المشروع مش حاجه. اه طب هل هو ممكن يتقسم اكتر من كده؟ طبعا. لا ثلاثة وليه ما اخترناش اربعة؟ اقل حاجه يا جماعه، اقل واحد هو كاتب هنا ايه؟ اتليست اتليست على الاقل، على الاقل عشان اعمل ديكومبوزيت دي على فكره تفكيك، واعمل ورك بريك داون ستراكشر تكسير للمشروع اكيد. يعني اثنين، يعني انا واحد دي اللي هو الليفل بتاع المشروع انا ما عملتش حاجه اصلا فيه. بليز ذا فولوينج deliverables in the proper sequential order of development by either filling in the blank table cells with the proper. احنا بقى عايزين نعرف بقى حضرتك يعني اشرح لنا كده بالهداوة. هو انا مش فاهم، هو انا مش فاهم زيرات الاوردر. انا مش فاهم معاك، احنا مش فاهم حاجه الصراحه. بليز ذا فولوينج deliverables، يعني هو دلوقتي ده دلوقتي الاوردر عندنا ثلاث عناصر وعايزين نقسمها. واللي مكتوب بالاحمر ده، اللي مكتوب بالاحمر ده الحل اوردر دي سنة. يعني كانك مش شايفه والله. يعني هو عايزنا نرتب الكلمات دي، نرتب الاكشن، نرتب اللي بالاسم صعودي او تنازلي. يعني الثلاثة ديليفربل اللي هم على اليمين دول الاوردر بتاعهم اللي هو ده الحل اللي هو على الشمال. يعني انت ما تبصش على الحل، انت رتب اللي على اليمين. هو بيقول لي دلوقتي بليز ذا فولوينج ديليفربلز، يعني الديليفربلز دي عباره عن يعني حاجات معطيات. لا مش معطيات، مخرجات نواتج صح كده. انت بروبر سيكوينشال اوردر، سيكوينشال اوردر يعني بالترتيب المنطقي للايه، للديفلوبمنت، للتطوير. تمام. By either filling in the blank table cells with the proper number or by هو بيقول لي النص الثاني ده بيقول لي يا اما ان انت تحطهم بالترتيب او ان انت تحط قدامهم الارقام، تحط قدامهم ارقام ايه الري اوردر بتاعها، number or by ري اوردر. تمام كده. طيب هو دلوقتي النتورك دايجرام، انتوا عارفين النتورك دايجرام طريقه اللي هي ايه، رسم الشبكه. جميل كده. طيب لا انتوا انا عايزكم بس تتخيلوا كل يعني واحد منهم. انا عايزكم نمرة انا عايزكم معلش. انا عايزكم انا لا لا لحظه واحده، انا عايزكم تتخيلوا كل حاجه منها هي عباره عن ايه. تمام. النتورك دايجرام دي انا عشان اشتغل بيها او عشان اطلع اوتبوت، مش ديليفربلز دي احنا قلنا معناها اوتبوت صح؟ ايوه. طيب
عشان اطلع اوتبوت موجوده عباره عن نتورك دايجرام. معلش هو النتورك دايجرام عشان ارسمها بيكون عندي جدول فيه ايه؟ بيكون فيه اكتيفيتي ليست. الاكتيفيتي ليست اللي انا حاططها في الجدول عشان ارسم النتورك، انا بجيب الاكتيفيتي ليست منين؟ من الورك باكج. الورك باكج دي مستوى ال WBS ان انا قعدت افكك البروجكت الكومبوننتس وليفل وليفل واثنين وثلاثه واربعه لحد ما اوصل لاخر حاجه اسمها ورك باكج. الورك باكج الاخيره اللي انا وصلت لها دي عباره عن لسته من الاكتيفيتي او الانشطه وبعمل استيميت للديوريشن بتاعتها وببدا بشوف ايه الاكتيفيتي اللي بيخلص الاول وايه اللي بيبدا بعده وايه اللي بيخلص اللي بيبدا بعده وايه اللي بيبدا بعد اثنين اكتيفيتي، صح كده؟ تمام. فانا النتورك دايجرام دي انا بجيبها من الاكتيفيتي ليست وبكون عملت استيميت خلاص للديوريشن بتاعتها. جميل كده. طيب البروجكت سكيدجول، انا دلوقتي رسمت النتورك دايجرام علشان خاطر يا جماعه بص انا عايز اقول لكم ان البروجكت سكيدجول ده تفاصيل اكبر بكتير من النتورك دايجرام، وان البروجكت سكيدجول ده بيعتمد على النتورك دايجرام كحاجه اساسيه عشان اطلع البروجكت سكيدجول. عايز اقول لكم ان البروجكت سكيدجول ده هو ده البيز لاين بتاعي المشروع اللي انا بشتغل عليه، اللي بيكون فيه ايه بقى؟ بيكون فيه النتورك دايجرام، بيكون في الديوريشنز بتاعت المشروع، بيكون في الفلوتس والسلاكس بتاع كل الاكتيفيتيز، بيكون متحمل عليه الكوست لودنج او الكوست سنتر بتاعتهم كلهم، بيكون متحمل عليه الريسبونسابيلتيز وكل تاسك مين اللي مسؤول عنه، بيكون متحمل عليه الديتيلز بتاعت الاكويبمنتس وبتاع الريسورس كل حاجه. على فكره البروجكت سكيدجول ده خلاص انا وصلت للسكيدجول بتاعي بكل الديتيلز بتاعته. الغرض من البلاننج ان انا بطلع بروجكت سكيدجول، حتى يقول لك ايه احنا عايزين بلانر يطلع لنا بروجكت سكيدجول، تمام؟ فدي اخر حاجه بنطلعها. طيب الورك بريك داون استراكشر والورك بريك داون ديكشنري ده بيبقى اول حاجه. ده اول حاجه احنا اصلا بناخد البروجكت على سبيل المثال مثلا كسروا مبنى، المبنى ده عباره عن مشروع، المبنى ده عايزين نكسره، هنكسره لاليمنتس او كومبوننتس، واحده منهم والله عباره عن البروكيورمنت والمشتريات اللي انا الحاجات الماتيريال اللي انا هشتريها، واحده منها عن التنفيذ، واحده منها عن الاختبارات بتاع المشروع، واحده منها عن تسليم المشروع. جوه الانشاء او تنفيذ المشروع بحط فيه هو كام دور، دور اول دور ثاني دور ثالث وهكذا، فبعد اكسر لحد ما ادخل في الاخر ايه الدور. والله الدور ده لازم في اكتيفيتي ليست. ايه الاكتيفيتي ليست اللي موجوده في الدور؟ الاعمده والسقف والمباني والدهان. يبقى انا طلعت كده ايه ورك باكج. الورك باكج دي ببدا احط الوقت اللي انا محتاجه لكل حاجه منهم وارتبهم. هل ينفع اصب السقف قبل ما اصب الاعمده؟ لا، لان في بقى البريديسيسور والسكسيسور وايه اللي انا محتاجه قبل ايه. فيبقى مجرد ما انا اعمل بريك داون واطلع الاكتيفيتي بالديوريشنز بتاعتها بروح لاول حاجه اللي هي النتورك دايجرام عشان ارسم الاكتيفيتيز بالنسبه لبعض وايه قبل ايه وايه بعد ايه وكل واحده هتاخد وقت قد ايه وهقفل المشروع امتى. بعد كده بعمل له بلاننج وسكيدجولنج وبحط الديتيلز اكتر من كده وبحط عليه الريسورسز وبحط عليه الكوست. يعني احنا معلش يا دكتور انا كده يعني اول حاجه خالص هنعمل ايه بالترتيب؟ اول حاجه دي اول حاجه خالص الورك بريك. ايوه okay. بنطلع من الورك بريك ده الاستراكشر، بننزل لحد الاكتيفيتيز الاكتيفيتي ليست الانشطه. تمام. الانشطه دي بعد ما اوصل للانشطه وببقى اقدر اعمل استيميت وايفالويشن للديوريشن بتاع كل حاجه وعارف ايه قبل ايه لان الموضوع بقى ملموس وفي ايديا، بعمل نتورك دايجرام. بعد النتورك دايجرام بدخلها عشان اشتغل البرنامج الزمني السكيدجول الخاص بالمشروع وازود الديتيلز الثانيه ككوست لودنج، كطلع الاس كيرف، اطلع الريسورسز، احط المان باور، احط الاكويبمنت، اطلع بروجكت سكيدجول. هو الجميل ان احنا بابل شيت والسؤال ده صعب كده يا دكتور. يعني هو كمان
عامل حاجه الدكتور، الدكتور عامل حاجه في السؤال اللي هو بالعربي، يعني هو بابل شيت، فصعب ان هو يجي سؤال زي ده يعني. ايوه طبعا طبعا، ايوه تتحط ازاي يا دكتوره جيهان، تتجاوب يعني اقصى حاجه هيعملها مثلا هيقول لك الترتيب مثلا 1 2 3 او 3 4 5 او يعني سوري الترتيب 1 2 3 او 2 3 مثلا 1 او 3 3 1 كده. لا ممكن نسال يا دكتوره جيهان انهي نشاط فيهم ياخد رقم 1، فانت تختاري منهم في البابل شيت، يعني ممكن يعمل يعني هو ممكن يرتبهم ويحطهم يعني هم كم نشاط، هم 3 يعني قصدي يحط يا اما 1 2 3 مثلا او 3 2 1 او 2 3 1 هكذا. بالنسبه العربي، العربي واضح قوي، العربي هو عامل فيه خطا يا فندم كمان، معلش الناحيه اليمين هي المفروض يبقى كاتبها بالعربي عشان ما يرجع يرتبها، وعملها للناس بالانجلش برضه. يعني هو بس انا اقصد كتسميات عربي، هو عشان السؤال السؤال جاي كده. هو اساسا السؤال ده بالانجليزي 23 والانجليزي 24 وبالعربي 22، برضه هيقسمها الزمن الاول. استنى كده بص، هو بيكتبها لك يمين وشمال عشان يكسر هيكل تقسيم الاعمال، بعدين بيرسم التخطيط للشبكه وبيطلع لي في الاخر برنامج الزمن. تمام، طب ما هو عاملها بالعربي بالترتيب صح على فكره. لا عاملها بالترتيب صح، بس المفروض الناحيه اليمين هو اول تجربه عليها على الشيت، فبالنسبه له كانت بالنسبه له تجربه، تجربه كان اول تجربه له في الدراسه كلها كده يعني. طيب احنا دلوقتي لسه في السؤال اللي فات كنا بنقول ان الورك بريك داون استراكشر بتفكيك المشروع لاليمنتس وحاجات نقدر نقيسها لحد ما نوصل لاخر مستوى في الدبليو بي اس. المستوى الاخير في الدبليو بي اس بنحط تحته اكتيفيتيز، شويه اكتيفيتيز كده ليهم علاقه ببعض ونقدر نعمل لهم استيميت للديوريشن وللكوست، وبنبقى عارفين ايه قبل ايه. الجزء من الاكتيفيتيز ده بيكون اسمه ورك باكج. تمام تمام. 26 if you are creating a new WBS for your project what should you consider. لو انا دلوقتي بعمل new work breakdown structure للمشروع، ايه الحاجات اللي انا المفروض اعمل لها consider عشان اعمل save للتايم during the creation process. هو دلوقتي لو انا بعمل WBS ايه اللي انا اخده في اعتباراتي عشان اعمل اوفر وقت في وانا بعمل كرييشن البروسيس دي. تمام، اعمل دي حاجه مشابهه وقعا بيه، هي دي اللي هي الانجوس، مش عارف انجوس مش كده اللي انا بستخدم حاجه كانت معموله قبل كده اهوت ولا ايه بالظبط؟ بالظبط بالظبط، خدناها امبارح في الاسئله بتاعت امبارح. اسمها انجوس ولا ايه دكتور محمد؟ analogous estimation طريقة estimation دي غير دي. دي هنا بيقول لي انت عشان تستخدم دي من خلال حاجة قبل كده هوت استخدمتها تاني، ده اللي انا فهمته من المعنى بتاعها. بص analogous technique ان انا مثلا على سبيل المثال انا عملت مشروع قبل كده لمستشفى، المستشفى دي كانت ساعة 200 سرير، انا رحت عجالي مشروع جديد، والمشروع اللي فات ده انا خلاص عملت له حساباته وعملت له تفاصيله وكل حاجه، وكان حجم المستشفى بيتقاس بعدد السراير المرضى اللي جوه المستشفى اللي هو 200 سرير، جالي مشروع تاني 500 سرير، فانا بدل ما اروح اقعد اعمل استيميت وانا عايز اطلع في الاول خالص كده ايه تسعير مبدئي، فباخد مثلا وحده او حاجه اللي هو وحده السرير عشان ابدا اعمل استيميت للتفاصيل بتاع المشروع الجديد. تمام اوكي. طيب هو انا دلوقتي لما باجي اشتغل انا في البلاننج وبعمل مشروع، انا مش ببدا المشروع فروم سكراتش، انا باخد اقرب تمبلت لمشروع مطابق قريب منه وابدا اشتغل عليه. عشان كده بيقول لك ان انت بتشتغل ببريفيوس ورك بريك داون ستراكشر تو ا سيميلر بروجكت از ا تمبلت. انا فعلا انا بعمل كده، ده انا بعمله في شغلي. مثلا انا مثلا جاي لي مشروع خرسانات ومشروع مش عارف ايه، باخد اقرب حاجه شبهه وبتقسمته واخد اشتغل عليه واعمل له بقى كاستمايزيشن واقعد اغير فيه. لو مشروع تشطيبات مثلا ماشي، لو مشروع مول بشوف مول اخده منه. كان عندي مشروع لسه شغال عليه من كام يوم كده اسمه دي سي بي اللي هو ديستريكت كولينج تاور كولينج بلانت. ده عباره عن ايه؟ المبنى
الخاص بالتكييفات المركزية لمنطقة معينة، بدل ما يعملوا شيلرز ويعملوا تكييف للمبنى بيعملوا مبنى مركزي للتكييفات، وزي ما بيعملوا بيمدوا مواسير كهرباء ومواسير مية بيمدوا مواسير مية مثلجة من المبنى ده للمباني عشان يستغنوا عن الشيلرز اللي هي وحدة التبريد في المباني. تمام؟ فكلمت واحد بعت لي تمبلت لمشروع في العاصمة الإدارية عشان اشتغل عليه، فاهمني؟ فدي لسه كنت هقول لك العاصمة الإدارية ده اللي عاملين اخدته منه كنت هقول لك وبدأت اشتغل منه. What is the time constrained project؟ time constrained دي يعني متقيد. ايه هو المشروع المتقيد بالوقت؟ ان انا ما اقدرش اتغير مربوطه بالزمن تنفيذ العمليه. هو حاطط الاوبشنز عربي بس هو انا مش فاهمه. ماشي، هو تايم انا مزنوق في تايم معين ما اقدرش اطلع بره، لكن بتبقى الموارد عندي فيه ممكن استخدم موارد اضافيه. ايوه بالظبط، زي ما بعمل نبطشيات في الشغل عشان انهي العمليه في وقت محدد، ممكن اشغل فريقين. وعامل نفس السؤال ده على فكره بس في هيا دكتور في الامتحان الثاني في صح وغلط. المشروع المقيد زمنيا هو المشروع الذي لا يمكن تأخير الزمن الخاص به وعليه وفق الموارد الخاصة به. أنا مش عارفة هم عاملينه غلط. أيوة، وفق 27 ده خاص بالكراش على فكرة. بتاع يعني اتنين يا جيهان، اتنين يا جيهان في صح وغلط في جديد في يعني، لان هو ده بيتكلم على ان انا لو انا عايزه اقلل عايزه التايم يبقى هو الكونستريند بتاعي، فانا ممكن ان انا اصرف فلوس زياده عشان خاطر اوفق التايم. ايه طيب، بصوا هو في انواع للمشروع. معظم المشاريع اللي احنا بنشتغلها بتكون تايم كونستريند بروجكت، لان انا بيكون عندي عقد، العقد ده لازم ليه ستارت وليه كومبليشن ديت وتاريخ تسليم، والسكوب بتاعي لازم اعمله توزيع بعد البريك داون والكلام ده كله، واحط السكوب بتاعي كله اللي مطلوب مني وذن الباوندرز بتاعت من الستارت للكومبليشن بتاع المشروع. جميل كده. فهو طول الوقت المشروعات اللي عندنا بتبقى تايم كونستريند بروجكت. فهو بيقول لي هو المشروع الذي لا يمكن تاخير الزمن الخاص به وعليه اوفق الموارد الخاصه بيا. طب هو ليه جايبه في صح وغلط وعاملينه غلط لما هو هنا مظبوط؟ انا ما شفتهاش بس ممكن نشوفها دلوقتي بعد ما نخلص. هاتيها لان انا ما شفتش الانسيلا دي. فهو المشروع التايم كونستريند بروجكت ده، معلش ما ينفعش اجيله اقول للمالك مديني عقد وانا مضيت العقد وخلاص، وانا عارف ان العقد مدته 12 شهر، هروح اقول له معلش اصلا انا ما عنديش غير فرقه عمل واحده والفرقه دي هتخلص لي المشروع ده في 24 شهر فهنتاخر عليك سنه. مش منطقي. انا لازم اجيب على حسب التايم كونستريند بروجكت، لازم اجيب موارد تكفي لي ان انا اخلص المشروع ده اون تايم. ده انا ساعتها بعمل سكيدجولنج للمشروع وبشوف وبحط لكل الكميات وكل الاعمال ايه الريسورسز اللي محتاجها، وبطلع لمدير المشروع احتياجي للموارد عشان يبدا يعينها اصلا. تمام. طيب what is the resource constrained project؟ في بعض المشروعات برضه اللي هو العكس يا دكتور، ان انا ما اقدرش ازود في الموارد. بالظبط. في بعض المشروعات بيكون انا عندي مشروع مثلا كبير وضخم، الريسورس بتاعته بتبقى كريتيكال قوي، بتبقى الريسورس بتاعته ما اقدرش اوفرها. هقول لك حاجه زي ايه مثلا، زي حفر انفاق مثلا. هل انا ينفع اجيب لي كام ماكينه حفر انفاق ضخمه عملاقه عشان اعمل مثلا مترو؟ هل ينفع لما كنت جاي احفر قناه اعمل النفع تحت قناه السويس هقول والله انا المشروع عايز اخلصه في 10 شهور فهجيب لي 3 مكنات اللي هي المكنه منها اصلا بميزانيه 5 مشاريع؟ لا، مش منطقي. انا بشوف الريسورسز اللي عندي وهي الليمت بالنسبه لي، وبحرك الكومبليشن ديت بتاع المشروع بيزد عليها. تمام. طيب ايه هو الريسورس سموثينج؟ اول مره اسمع. معرفش والله، انا ما اعرفهاش خالص دي. طيب دلوقتي انا عارف ان انا لما باجي اعمل برنامج زمني وبعمل جدوله زمنيه وبعمل نتورك دايجرام بيكون في حاجه عندي اسمها مرونه وقتيه.
المرونة الوقتية دي سماحية لبعض الأنشطة اللي ما هيش حركة إن هي تتأخر شوية عن معادها بدون ما يأثر لي على نهاية المشروع، لأن هي فيها مرونة وقتية. إحنا لحد كده متفقين؟ جميل قوي. أنا دلوقتي عندي باثس كتيرة، يعني مسارات كتيرة مش حرجة. المسارات الكتيرة اللي مش حرجة دي فيها أنشطة بتستخدم نفس الموارد. جميل كده؟ تمام. أنا دلوقتي لما جيت أرسم المشروع وطلع الريسورسز بتاعتي، لقيت إن في أول شهرين أنا محتاج نوع معين من الفرق العمل اللي هي الريسورسز حوالي 30 فرقة، تمام؟ في حين إن أنا في الشهر الثاني وفي الشهر الثالث محتاج بس 5 من النوع ده. أنا كمدير مشروع أعين 30 فرقة في أول شهر ومشي منهم 25 واشتغل بخمسة في الشهر الثاني والثالث، ولا لو الأنشطة اللي فيها الفرق دي فيها مرونة وقتية أحرك الأنشطة دي شوية تعمل بريوريتي الأهم في أحركهم أحرك أنا هحرك الأنشطة اللي فيهم الثلاثين ريسورس أو الثلاثين عمالة من نفس النوع، وبدل ما أخلصهم في أول شهر أخلي شوية في أول شهر وشوية في ثاني شهر وشوية في ثالث شهر، وبدل ما أنا كان عندي احتياجي في أول شهر 30 5 5 أخليهم مثلا أخليهم 12 12 12، بس ده عن طريق تحريك الأكتيفيتيز اللي فيها مرونة وقتية أو سلاكس أو فلوتس. اللي أنا شرحته ده هو ده الريسورس سموثين. هو ما خدناها دي لا ما خدناش لا تمام تمام طيب من أنواع معوقات المشروع الحاجات اللي بتعيق المشروع إيه هي؟ القيود الفنية تمام ريسورس والتكنيكال القيود الماديه قيود الموارد احنا هو القيود دي اللي هي الكونسترينت يعني مثلا دي الريسورس كونسترينت ديت البادجت كونسترينت ديت اللوجيكال والتكنيكال كونسترينت فكل دي قيود لان انا لازم اعمل القيود الفنيه يعني انا لازم اوصل بمستوى معين مستوى مطلوب من الحاجه السكوب بتاعي عشان اصلا تبقى مقبوله ويبقى انا حققت السكوب بتاعي تمام كده لازم اخلص المشروع اون بادجت معين عشان ايه انا ملتزم بيه لازم يكون عندي الموارد اللي انا مثلا اللي انا بشتغل بيها او القيود اللي مقصود بيها هنا برضو ان انا ممكن المشروع يبقى مقيد من ناحيه الفلوس وممكن يبقى متقيد من ناحيه الريسورسز وممكن من ناحيه التكنيكال او اللوجيكال ريليشنز تمام من انواع قيود الموارد هنا كان قيود المشروع انواع مختلفه طب قيود الموارد بقى نفسها الحاجات دي انتهينا احنا ما شفتهاش اصلا دكتور بشرحها القيود الفنيه والمنطقيه الموارد والناس القوى العامله والمواد القيود الماليه كل ما سبق هو هنا بيتكلم على الموارد الموارد ليها انواع ليها ماتيريال مواد وليها ليبرز تمام كده تمام انما الفنيه دي جزء من السكوب ملوش علاقه بالموارد بتاعتي تمام تايم كونسترينت بروجكت ماست بي كومبليتد باي ان امبوست داتا هو انا مش عارف هو الاسئله بقت عربي كده والامور بدات تبقى مش واضحه بص هو المانجمنت اصله يعني الاصل الموضوع انجليزي فلما الحاجه بتتغير مسمياتها للعربي بحس ان الموضوع انا مش فاهم اصلا هو يقصد بها ايه بس لا يا دكتور ولا حتى الانجليزي المكتوب هنا يعني مش بالظبط كتير قوي من الاسئله انا ما بقاش انا مش فاهم انت عايز تقول ايه بالظبط لا عربي ولا انجليزي بالظبط لا عربي ولا انجليزي بصراحه السؤال ده انا مش فاهمه لك كده ولا طيب تعالوا نشوف زي ما هو يعني ولا ايه يعني تايم كونسترينت بروجكت المشروع المتقيد بوقت زمني معين تمام
لازم يخلص باعتبارات ايه؟ باعتبارات ان الوقت مقيد فقط، مقيد فقط، ولا مرونة بالموارد فقط، ولا الوقت مقيد والمرونة والموارد مرنة. اوكي حلو قوي. بصوا احنا هنا في الاول هنا فاكرين لما اتكلمنا على التايم كونسترينت بروجكت، التايم كونسترينت بروجكت دي هو بيقول دلوقتي بالنسبه للمشروعات التايم كونسترينت بروجكت انا الوضع ده بيكون الا عندي، احنا قلنا ان هنا بيكون انا عندي تايم فريم وكومبليشن ديت لازم احققه، وان انا لازم ازود الموارد اللي انا محتاجها عشان احقق التايم ده، صح كده؟ فاهمين السؤال ده؟ انا ممكن اقول ان انا عندي 2 موارد مثلا، تايم والموارد اللي هي العاديه او اللي هي لا موارد. مش كده لا التايم هبسطها لك بعد اذنك يا دكتور مسعود. هو بص احنا دلوقتي عندنا نوعين من القيود، عندنا قيود الزمن وقيود الموارد. انا يا عندي مشروع يكون مقيد بالزمن فانا حوفر له موارد اكتر عشان امشي بيه وما يتاخرش عندي، يا يكون عندي القيود على الموارد فيديني سماحيه في الزمن فدلوقتي انا يعني هقلل من الموارد على حساب الزمن. يعني هي يدي اديكم مثال، اسمحوا لي اديكم مثال تحت بعض. تمام، العبارتين تحت بعض عكس بعض 32 هديكم مثال. الرئيس السيسي لما بيبقى قاعد ويقول مثلا سي المشروع ده هيخلص في قد ايه يا معالي الوزير سعيد. يقول له في خلال 3 شهور، يقول له لا قدامك شهر واحد يخلص، يبقى ده تايم كونسترين، انا هفتتحه في خلال شهر بالزبط. يبقى كده هو عمل له التايم ليميتد. طب الموارد ساعتها هيقول له طب شهر يا فندم، يقول له شوف البادجت اللي انت عايزه وشوف الريسورسز اللي انت عايزها، شغل صبح ليل، عايز بادجت، عايز كل حاجه متاحه بالنسبه لك، بس اهم حاجه المهم تكمل في شهر المشروع في شهر. اعكسي بقى المثال لحاجه تاني، والله احنا كنا ناويين نعمل مشروع مثلا معين، نفتتح مصنع احنا بقى مع بعضنا، بس لقينا الانفليشن التاني او التعويم او فدلوقتي بقى عندنا الريسورسز هي اللي قليله، معيش فلوس، مش عارفه اتصرف في رو ماتيريال عشان الدنيا مقفوله شويه، مفيش استيراد ومفيش، بس انا اوريدي عندي تايم خلاص مفيش مشكله، بدل ما هفتتحه دلوقتي المصنع بتاعي we have time ان احنا نقدر نكمل مثلا نفتحه على اخر السنه او نبوستبون نشتغل فيه واحده عشان ما نضغطش نفسنا، عشان انا الريسورسز معايا قليله، الفلوس مثلا معايا قليله، او الرو ماتيريال بتاعتي انا مش عارفه اتحصل عليها دلوقتي في خلال الشهر ده لحد ما الدنيا تفتح في الاستيراد والتصدير تاني، ده بنسميها ريسورسز كونسترين، انا هنا معيش ريسورسز بس معايا وقت، صح كده يا باشمهندس ولا انا مظبوط؟ مظبوط صح جدا صح. والتايم التايم مش بس مش ببص له باعتبار ان هو ريسورس، التايم ده الوقت الزمني المفروض انفذ فيه المشروع، ممكن ابقى متقيد بحدود وقت معين ان انا اسلم المشروع تمام كده، وممكن ما يبقى الموضوع عندي مفتوح. امتى ببقى متقيد؟ لو انا مثلا ببني مدرسه وعايز أبدأ موسم دراسي ولازم أخلص المدرسة وأسلمها، لأن أنا فتحت قبول مثلا للتسجيل وللطلبة، وبقى عندي إن شهر 8 اللي جاي ده لازم أكون افتتحت المدرسة، وقتها أنا عندي time constraint. لا أنت بقى تصرف لي وزود لي بقى labors وعمالة ومعدات بس تخلص لي في الوقت ده، ده مثال time constraint تمام كده. وحاجة تانية زي ما الدكتورة اتكلمت من شوية، إن أنا بيبقى عندي محدودية من الموارد بس انا مش مجبر على وقت معين، فساعتها يبقى الريسورس التايم ممكن يتفتح عندي النهايه بتاعته. دكتور محمد طالما الرئيس قال كده يبقى كلامها مظبوط 100%. ايوه طبعا، هي انشغاله معاهم بشر، احنا نعرف اكتر من الحكومه، انشغاله معاهم بشر عشان شكلك عايز وقت في البيت المره دي، عايز اشوف سنه 30 إلا الحكومة، سمعا وطاعة للحكومة في أي شيء خلاص. طبعا إلا سمعنا وطاعنا. أيوة طيب إحنا هو إحنا سؤال 32 بقى واضح قوي، إن أنا لما يكون الوقت متقيد يبقى أنا عندي وقت مقيد والموارد مرنة، إن أنا بزود كذا زي ما أنا عايز تمام كده. 33 العكس بقى، resource constraint is one which
the level of resources available cannot be exceeded. هو هنا بيقول لي ان الريسورس كونسترند المشروعات الريسورس كونسترند تمام بيقول لي ان الريسورس المتاحه بالنسبه لي اللي معايا دلوقتي انا مش هقدر ازوده وده منطقي جدا لكلمه ريسورس كونسترند تمام كده فبيقول ان الموارد مقيده وان وقت المشروع هو اللي مرن لا طبعا لا صح طبعا يعني نقدر نقول ان في علاقه عكسيه ما بين التايم والريسورس اه بالظبط بالظبط حقيقه فعلا لان هقول لك حاجه لو انا دلوقتي عايز انفذ لو انا دلوقتي عايز انفذ مش فاكر انت مساله ال 10 كيلو بتاع الطريق اه لو انا دلوقتي عندي معده بتنفذ لي في الشهر 2 كيلو ماشي خليها كيلو واحد لو بتنفذ في الشهر كيلو واحد وانا عندي 10 كيلو ال 10 كيلو دي قيمه المشروع ودي ثابته ده حاجه من المشروع اللي انا هنفذه ما ينفعش عشان احقق وقت معين بموارد معينه هقص حته من المشروع ده مش منطقي ده مش متاح بالنسبه لي انا المشروع عندي 10 كيلو ما ينفعش العربيات تمشي 5 كيلو وبعد كده تتصرف بقى على الرمله مش مشكله تمام كده هو واخد نفس الاجابه يا دكتور اللي هي الموارد مقيدة والوقت مرن؟ معكوسة معكوسة هي معكوسة يا جماعة طيب دلوقتي الطريق اللي هو 10 كيلو ده اللي المعدة بتعمل كيلو في اليوم في الـ في الـ في اليوم تمام كده محتاجة عشان تخلص في الشهر خليها كيلو في الشهر تخلص المشروع في خلال ايه 10 شهور تمام كده طيب انا دلوقتي لو المشروع ده المفروض اخلصه في 5 شهور يبقى انا محتاج كم معده؟ ثاني سؤال معلش انا اسف لا انا عندي انا عندي انا عندي مشروع انا عندي انا عندي مشروع عندي مشروع انا عندي مشروع مدته 5 شهور المشروع ده انفذ 10 كيلو ال 10 كيلو دي ثابته انا مش بتكلم فيها مدة المشروع 5 شهور انا عندي معدات المعده بتعمل لي المعده بتعمل لي بتعمل لي كيلو واحد في الشهر لو انا عايز احقق الخمس شهور اعمل ايه 2 يبقى معدتين كل شهر 2 صح يبقى انا عندي تايم كونستريند بروجكت عباره عن 5 شهور يبقى انا لازم الموارد عندي تبقى مرنه ان انا ازود من 1 ل 2 عشان احقق ال 10 كيلو خلال 5 شهور ده مثال ليها طب انا دلوقتي لو عندي معده واحده وانا ما عنديش غير معده ومش عارف اجيب معدات ثانيه هل ينفع اقول له اتصرف لي بمعده واحده اللي هي معدل انتاجها كيلو في الشهر واقول له خلص لي ال 10 كيلو في 5 شهور ولا لازم اشفت له الكومبليشن بتاع الخمس شهور اخليها 10 شهور واقول له ماشي اشتغل بالمعده دي 10 شهور 10 شهور تمام ده المثال اللي انا اقصده بالنسبه للريسورس كونسترند والتايم كونسترند الحل ده مش مظبوط اصلا ولا عشان انت بتقولي معكوس لا لا مظبوط هيبقى صح هتبقى صح هتبقى صح اه هتبقى صح صح صح, صح كده صح التصحيح بتاعها الاكثر شيوعا تمام طيب if the cost is the issue لو الفلوس هي مشكله بالنسبه لي the project manager reduce the project scope in order to shorten the project time كلام منطقي انا عايز اقول لك ان هو غلط جدا ما تحرجنيش بقى بص باي حال من الاحوال ما ينفعش اقص جزء من السكوب احنا من شويه اتكلمنا وقلنا ان انا مش عشان اوفر وقت اقوم قايل ايه انا ببني برج 12 دور لا انا مش لاحق انا هشيل اخر 6 ادوار من السكوب بتاعي وادي له اسلم له 6 ادوار بس مش منطقي ما ينفعش اقول مثلا ما ينفعش اكون رايح اعمل مشروع لا والتعليل بتاعها كمان مش منطقي بيقول لك من اجل تقصير وقت المشروع هو بيقول لك التكلفه هي المشكله ايه علاقتها بالوقت ده حقيقه فعلا كنت لسه هقول لك دلوقتي انا اصلا هو انا بقول لك دي غلط على فكره انا بقول لك ان النص الثاني ده لوحده من غير اي حاجه هو غلط انا هنسجل الدكتور يعني مدير المشروع ما طب انا عايز اقول حاجه بس عشان احنا بنمر ساعات بالحاجه بالموضوع دهوت اتفضل نشوف لو ريليتد ولا لا تمام احنا ساعات مثلا بيبقى عندنا مشروع حاجه زي خدمات استشاريه مثلا او اي حاجه اوكي يعني يتعمل المشروع في الوقت اللي هو متحدد له
وبعدين في الاخر بنعمل مراجعه للمشروع فبنطلع فيه حاجات ما اتحققتش في السكوب نتيجه ان الوقت كان قليل. اللي بنعمله ان احنا لما نعمل التي او ار الجديده للمرحله الثانيه من البروجكت بنحط فيها الحاجات اللي كانت ما اتحققتش في السكوب الاولاني بنحطها في السكوب الثاني بتاع تكمله المشروع. فده بيحصل. خليني ابص لكلامك بمنظور تاني، ان المشروع بالكامل عندك هو عباره عن متقسم لورك بريك داون ستراكشر، كل واحده عباره عن فيز، واللي انت بتتاخري فيه في اول فيز بتعوضيه في تاني فيز. ممكن اقول ان اللي انت عملتيه ده خط كات اوف ديت وخط مايلستون، بتعملي كنترول على المرحله اللي خلصت ولقيتي ان انت اتاخرتي في اعمال فرحلتيها للبقيه. المنظور ده بيتعامل مع استشاري مثلا، وده والتاني ممكن اعمله مع شخص تاني، مع استشاري تاني خالص مثلا. بغض النظر مين الاستشاري ومين الكونسلتنت ومين، يعني انا قصدي ان تو ديفرنت بروجكتس، بس الاثنين بروجكتس يعني معتمدين على طب بعض. طب انتوا ليه ما توفروش الوقت خالص وما تعملوش الحاجات اللي انتم ما لحقتوش تعملوها؟ ليه ما توفروش الوقت خالص واحنا اولى بالوقت؟ لا يعني ساعات بتبقى مثلا احنا متفقين على خدمات استشاريه مثلا لمده مثلا 6 شهور وطلبنا حاجات معينه محطوطه في السكوب، ونتيجه بقى اي حاجه ابتدينا ان احنا اتاخرت او طلبنا حاجات زياده مثلا وتغاضينا عن بعض الحاجات في المرحله الاولانيه، او احنا شغالين لقينا ان لا الموضوع ده اهم دلوقتي ان احنا نشتغل فيه وممكن ناجل ده للمرحله الثانيه. فبنيجي في الاخر بنقيم الكلام ده هوت ونشوف وممكن لو لقينا حاجه في السكوب وقعت بنحطها في تي او ار بتاعه المرحله اللي بعد كده. يعني ده احنا احيانا بنعمل كده في شغلنا في المشاريع يعني. انا ما اعرفش هي عربي مش ماشي اصلا، هي مش صحيحه، العباره مش صحيحه. بيقول لك التكلفه هي المشكله، ايه علاقتها بالوقت؟ طيب خليني برضو ارد على كلام الدكتوره. ممكن تحط في حاجه رقم كام دلوقتي؟ بس انا قررت ان احنا رقم 40. خليني اقول لك ان انتوا دلوقتي في انواع من المشروعات، في مشروع اسمه تراديشنال بروجكت. في التراديشنال بروجكت السكوب بيكون حاجه اسمها ويل ديفايند سكوب، السكوب بيكون معرف بالكامل من الاول للاخر، وما اقدرش باي حال من الاحوال ان انا اقص جزء من السكوب بتاعي، لان البرودكت النهائي بتاعي ما ينفعش اسلمه من غير السكوب ده. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه، في نوع ثاني من المشروعات اسمه اجايل بروجكت، في مشروع ثاني اسمه انكريمنتال، في مشروع اسمه انكريمنتال اللي هو مشروع زيادي. يعني في مشاريع بيبقى نوعها ان مفيش ويل ديفايند سكوب، ففي الحاله اللي انت بتتكلمي فيها دي انا مش بالضروري ان انا اخلص السكوب بالكامل زي ما حضرتك بتقولي بالظبط كده، ومش بالضروري ان انا اخلص كل السكوب اللي مطلوب مني، لان على حسب الكاستمر وعلى حسب هل انا عندي كاستمر ساتسفاكشن وان الكاستمر شايف اللي انا حققته ده مرضي بالنسبه له ولا لا. ففي انواع مختلفه من المشروعات، في مشروعات ما ينفعش ان انا اقص جزء من السكوب، المشروعات دي هي اللي احنا بنتكلم عليها هنا. انما في مشروعات تانية عادي مش بالضروري ان انا اخلص السكوب بالكامل. ما هي ده اللي انا بقوله، يعني الموضوع ما نقدرش نعممه تماما ان الجمله دي غلط. يعني هي ممكن تكون الجمله صح بالظبط، ده حقيقه. بس هقول لك على حاجه، احنا هنا بنتكلم على، فاكرين انتوا مثلث التراينجل بتاع البروجكت مانجمنت بتاع التراينجل اللي هو التايم السكوب والسكيدول فاكرين التراينجل ده؟ هو كان التراينجل ده اسمه ايه؟ التراينجل ده كان اسمه الكونستريند تراينجل، ان انا ما ينفعش ان انا اتعدى جزء منهم. تمام كده؟ ما ينفعش اتعدى جزء منهم، ان انا محتاج اخلص المشروع بتاعي اون تايم اون كوست اون سكوب. على فكرة الأهم من دول التلاتة هو السكوب، ده أهمهم، لأن أنا ككوست أنا ممكن أخلص المشروع بقيمة أقل ويبقى كده أنا عملت سيفنج. كتايم أنا لو أنا أهيت في سكاجول وخلصت السكوب اللي مطلوب مني قبل ميعاده أنا كده تمام، بس السكوب ما ينفعش أنا كشركة إن أنا مطلوب مني أخلص سكوب معين أجي أقول لهم لا أنا كفاية لحد كده، أنا مش لازم الباقي، أنا شايفه مش مهم. لا أنا مطلوب مني أنفذه. دكتور محمد، وهو يا ريت بيقول لك الشركة، بيقول لك مدير المشروع. هو مدير المشروع
يعني عنده صلاحية أن يقلل السكوب مثلا يعني هو عنده كده لا عنده طبعا. صلاحية كده يعني لا طبعا لا, لا طبعا لا طبعا ما عندوش السؤال هنا بقى العبارة غلط أنا شايفها غلط هو غلط أنا جدا. أنا بتهيأ الدكتور كان 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 هو كان بيشتغل على السؤال دوت مشاه إن هي ترو هو هنا بيقول لي بقى تعالوا نقرأ كلها بيقول لي if the cost is the issue لو التكاليف هي المشكلة بمعنى ايه ان انا دلوقتي حصل variation وحصل زيادة في الاسعار عن المتخيل عن المتوقع وحصل cost variance بقيمة كبيرة بيقول لي ساعتها بقى لو انا مثلا مدير مشروع وانا مثلا لقيت نفسي بصرف كتير انا عشان اعوض التقصير والمشاكل اللي حصلت في الـ actual cost اللي انا صرفتها انا هقوم شايل جزء من السكوب واقول لكم كفايه على كده لان انا ماشي معايا فلوس اعوض الفلوس يا دكتور مش هقلل التايم ايوه بالظبط انا المفروض اعمل كوركتيف اكشن وابدا اعمل استيميت واشوف هو انت لو قريتها بالعربي هتلاقيها يعني مختلفه في الترجمه اذا كانت التكلفه هي المشكله if the cost is the issue مفيش مشكله يقوم مدير المشروع بتقليص نطاق المشروع من اجل تقصير وقت المشروع انتوا متخيلين كمان ان هو بيتكلم مش عشان يوفر الفلوس لا عشان يوفر وقت ده هو بيقول لي كمان ايه لو الكوست هو الاشيو انا هشيل جزء من السكوب عشان اقلل يعني هو بص بالمعادله البتاع دي يعني انا مش عارف ترو دي مين اللي جاله قلب يكتبها بيني وبينك جبابرة والله بجد ده الاشياء ممكن اللي يكون الناس حاطين تستمات زي اللي احنا كنا حاطينه كده يا جماعه ده اكل التلاته ده بوظ كوست وبوظ سكوب وبوظ طايم ده المثلث اللي انا رسمته ما سابش فيه طلع سليم وممكن احنا نسال الدكتور فيها يا دكتور اكيد تتحل الفكره كلام يا دكتور مع احترام لحضرتك كلام منطقي جدا والله وبيحصل في مصر احنا بنعمل كده احنا بنحقق الثلاثه دول بنبوظ الثلاثه فعلا والله عادي بنعمل الكلام ده اكتر والله ونيجي على الكواليتي كمان ده احنا جبنا ستة كواليتي ايه بقى ما فيش العباره منها ما هو ما فيش هو عنده سكوب. حق يكتب العباره صح هو ما فيش سكوب يتنفذ عشان يبقى ليه كواليتي حضرتك ما بقول لك يعني حتى الكواليتي طب لو جات لنا هنعملها صح يا دكتور ولا غلط عايزين نتفق بس حتى عشان لو غلط يبقى الدفعه كلها نعملها صح ولا غلط ممكن نبعت له السؤال ده ما جاتش السؤال ده انا السؤال ده مش ممكن اعمله مش لازم 100% يا جماعه ابوس ايديكم لا ما تبعتوش السؤال ده 60 مثلا 55 بس يعني مش يعني يا جماعه البنك الاسئله ده هو ما يعرفش انه معانا هو انا بقول كده وهي باللوجيك غلط هي السؤال غلط يا جماعه لا تبعته ولا تعملوا بقى خلاص يعني اعملوها زي ما هي خلاص لا بس كان الدكتور حجازي نفسه وقال لك اعملوا الاسئله غلط ما ترجعوش اعتذروا تاني وتبعتوا ورقه وتخضوا العميد وتقولوا معلش علشان عشان في حاله ده زي الفل في حاله الدكتور حجازي كنا احنا اللي مقدمين بنك الاسئله وكان في حاجات احنا مقدمينها غلط وهو احترم الاسئله اللي احنا بنذاكرها بنفس الوقت يعني ده لوجيك ان الدكتور بتاع الماده دكتور المادة المفروض يصلح لنا الأخطاء بتاعتنا حتى لو إحنا غلطنا يحط لنا سؤال عشان إحنا حاطينه غلط ده يعني أنتوا لعجبكم الدكتور وهو مش ماشي معانا ما احترمتش الكلمة دي بصراحة يعني عملت زي كلنا كنا خايفين من الحاجات وطلع أحسن واحد هو أحلى واحدة يعني أنتوا مش سايبين الدكتور في حاله وهو مش راضي يبقى معانا في صفنا وهو في صفنا زيادة عن اللزوم لا كده عاجب ولا كده عاجب طب هو يعمل إيه؟ يعني هو في الاول هو المفروض كان بمنتهى البساطه لا يجيب السؤال ده الغلط او يقول لنا يا جماعه انتوا غلطتوا في حاجه زي ما الدكتوره رباب عملت ما شالت بعض الاسئله اللي هي شايفاها مش لوجيك او شايفاها مش مظبوطه لا دي هو خلاص هو اشترى دماغه وحطها زي ما احنا شفناه وخلاص حتى لما سالناه هو الراجل ما قالش ان انا عندي فيه تيست بانك ولا في اي حاجه ده احنا اللي واخدينه من ورا يعني لا خلاص خليها اقفلوا على الموضوع ده يعني كل واحد يحلها زي ما هو شايفه بقى بصوا انا اعتقد ان احنا هنحلها فولس تمام طيب the work breakdown structure defines the relations the relationship of the final deliverable of the project to its sub deliverables and in turn their relationship to work packages هو هنا بيقول ال work breakdown structure بيديفاين العلاقات ما بين
بص يا جماعه انا عايز اقول لكم ان الورك بريك داون ستراكشر لما بيتعمل تفكيك للمشروع لاليمنتس وكومبوننت صغيره، كل اليمنت وكومبوننت تحتها ورك باكج اسمها ديليفرابل، تمام كده؟ لان بقت دي دبليو بي اس، لو انا خلصت الانشطه اللي تحتها يبقى انا كده حققت جزء من المشروع اللي اسمه ديليفرابل، تمام كده؟ فهو بيقول ان الورك بريك داون ستراكشر بيعمل ديفاين للعلاقات ما بين الديليفرابلز وبعضها، تمام؟ and its sub deliverables ما بين ال WBS والمستويات الأقل منها، and in turn their relationship to work package اللي هي الأنشطة بقى اللي تحتها الليفل الأخير. تمام يا صاحب، تقالي كده ولا يا دكتور؟ صح. بص هو السؤال ده ممكن يتشاف صح وممكن يتشاف غلط. هو دلوقتي انا عندي ده المشروع هنا، اول ليفل في المشروع بعمل هاي ليفل كده مثلا، ممكن نقول ان المشروع، حد يختار اي مشروع على يجي على باله؟ تشطيب شقة. انا اقسمه كده، اول حاجه مثلا في تشطيب الشقه اللي احنا نشتغلها مثلا ايه، اعمال الايه المباني، اعمال المباني، اعمال الدهانات، اعمال كذا. اعمال المباني مثلا في عندي مباني خارجيه، مباني داخليه، مباني حمامات اللي هي بتبقى ليها سمك او طوب معين، تمام. اعمال الدهانات في دهانات مختلفه، جميل كده. طيب هو دلوقتي بيقول لي هل هي بتعمل ريليشن ما بين الورك بريك داون ستراكشر ديليفربلز اللي هي ادي واحده، والمستوى اللي تحتها السب ديليفرابلز اللي هي تحتها، والنوع المباني ده تحتها ايه اكتيفيتيز، ان انا هجهز الاسمنت، هجهز الرمل، هجهز الميه، هجهز الطوب، الكلام ده كله وعلاقتهم ببعض، دي اسمها ورك باكج، دي انشطه، انما ده دبليو بي اس. فهو بيقول لي هي بتجيب العلاقه ما بين دي ودي ودي والورك باكج، انا متخيل ان هي ترو بالظبط، تمام. انت حضرتك بتقول لا، يعني ممكن تشاف انها مش ترو، لان انا لما شفت كلمه فاينل ديليفربلز انا فكرت ان هو بيقارن ما بين دي واللي جنبها والمستوى اللي بعده، هو بيقارن ما بينه وما بين اللي تحته، بس ما ال WBS ما بيديش علاقات ما بين الحاجات اللي في نفس المستوى، بيقارن ما بين الحاجه والمستوى اللي بعدها. اللي بيحاول يشخبط ده مين؟ تمام كده. طيب 42 ذا انتجريتنج، يبقى دي ترو، جميل. ذا انتجريتنج ذا ورك بريك داون ستراكشر ويز ذا اورجانيزيشنال بريك داون ستراكشر، اهو اللي انت بتقول عليه، ستراكشر شود نوت بي نيسيسري. طيب هو احنا عارفين الورك بريك داون ستراكشر، عارفين ايه هو الاو بي اس؟ لا. طيب احنا دلوقتي المشروع بنكسره لإليمنتس وكومبوننتس وبنقعد نوصل للورك باكج، برضو الشركه نفسها بنعمل هيكل التنظيم بتاع الشركه. بالظبط، بنجيب مثلا رئيس مجلس الاداره والسي او بتاع الاداره، نقسمها لدايركتورز، والدايركتورز ننزل بيهم لسينيور مانجرز، والسينيور مانجرز ننزل لمانجر وتيم ليدرز وسينيورز، لحد ما نوصل لايه، للستاف. الانتجريتنج ما بين الحاجتين دول اللي هو عباره عن ايه بقى؟ انا مش عارف هو طالب ايه بيه. ان انا المشروع عندي ده ايه، الورك بريك داون ستراكشر اللي هو الايه، الدبليو بي اس بتاع المشروع، تمام. طيب وعندي حاجه ثانيه للشركه بتتقسم بالمديرين الدايركتورز، وبعدين المانجرز وهكذا، لحد ما اوصل لتحت خالص العماله اللي بتشتغل او المهندسين اللي بيشتغلوا. فهو بيقوم عامل ايه بقى، بيقوم عامل انتجريشن ما بين الورك بريك داون ستراكشر ده وما بين الاورجانيزيشن بريك داون ستراكشر، عشان ياخد المهندسين اللي مسؤولين عن كل ورك باكج موجوده في الاخر في الدبليو بي اس. مثلا في الـ WBS هنا مثلا جزء خاص بالإنجينيرينج الخاص بالمشروع، جزء خاص بالإنشاءات الخاصة بالمشروع، جزء خاص بالتستنج. اللي بيعمل الجزء الإنجينيرينج أو الهندسي هم الناس اللي موجودين هنا تحت حاجة اسمها الهيئة الهندسية، ف
فبجيب المهندس اللي مسؤول على كل نشاط بحطه تحت، بحطه هو الريسبونسبل على النشاط اللي هو ينفذه. فده الانتجريشن ما بين الاو بي اس والدبليو بي اس. يعني هي نوت هي اللي غلط بس. بس هو بيقول غلط يا دكتور. هي نوت، ما هو بقول لك نوت بي. لا ما قالش نوت. نوت عشان نوت بي. نوت صحيح. طب في العربي بقى حضرتك كاتبها لن ضروريا. لن في الاول. اها. عشان كده هو ضروري يعني. طيب تمام. اكسبرت جادجمنت. لما احنا كنا بنتكلم طيب خلينا نكمل. expert judgment be considered from individuals or groups with specialized knowledge. تمام صح. انا بعمل ايه بالexpert judgment؟ فاكر القصه اللي احنا كنا اتكلمنا فيها وانا وحضرتك من شويه؟ لو مثلا لو انا عندي فيه مثلا مشروع او عندي فيه واحد expert او حاجه زي كده، او في سؤال كان موجود من ضمن الاسئله بتاعت امبارح، ان انا لو انا اختلفت مع السبونسر وهو قال لا احنا محتاجين حد يبقى اكسبرت موجود، فاحنا ايه اللي هنطبقه اللي هو الاكسبرت جادجمنت؟ الحقيقه ان الاكسبرت الاكسبرت جادجمنت دي مش لازم ثيرد بارتي، ممكن يكون مثلا ايه ناس عندي متخصصين وفاهمين في الحاجه اللي انا بشتغل فيها، ده الاكسبرت جادجمنت انا بستخدمه عشان يديني انبوت داتا، ممكن تبقى ليها علاقه بالكوست، ممكن تبقى ديوريشن استيميشن اصلا، شفت الموست لايكلي، ممكن تبقى الموست لايكلي هي بتاعت الاكسبرت جادجمنت، ممكن تبقى الاوبتيمستيك والبيسيمستيك، واحد مثلا خبرته قليله فمتشائم ومش عارف هيخلص امتى فبيبقى بيسيمستيك، ممكن، انما الاكسبرت جادجمنت دي طريقه في البي ام بي بنستخدمها علشان نوصل للقيم او ريزلتس او حاجات احنا بندور عليها. فهو فعلا الاكسبرت جادجمنت ممكن تبقى اشخاص وممكن تبقى مجموعات وبيبقوا عندهم خبرات ومعرفه متخصصه سبيشاليزد. تمام. ده بيجوا في اول المشروع دول يا دكتور صح؟ عشان يعملوا البلان بتاع المشروع يشوفوا ده محتاج ايه وده محتاج ايه وكده. هو الاكسبرت جادجمنت في البي ام اي في الديفرنت بلاننج، لان انت في البي ام اي طبعا بيبقى عندك حاجه اسمها سكوب مانجمنت، تايم مانجمنت، كوست مانجمنت، كواليتي، ريسورس، حاجات كثيره جدا، فبتطلع بلان لكل واحده منها. فالاكسبرت جادجمنت في مرحله البلاننج بيبقى ليهم مساهمه كبيره جدا فعلا زي ما انت بتقول. وبعد كده ممكن بقى ايه نحتاجهم مثلا في بعض في المونيتورنج اند كنترولز عشان نعمل كوركتيف اكشن. تمام. A project with زي موضوع الفيندور انسبكشن كده. زي موضوع ايه؟ الفيندور كفيندور انسبكتور كده. ممكن فعلا. A project with earned value. طيب هنا الـ earned value 250. انا اصلا كنت بحب احل المسائل علشان انا ما بحبش النظري، يعني اصلا انا يعني في الحاجات اللي كنت بحلها قبل كده والفيديوهات كلها انا كنت مهتم بجزء المسائل عشان النظري بالنسبه لي ما بحبوش بيني وبينك يعني. ولا حد بيحبه مش انت لوحدك، انا والله ما بحبه انا كمان. وانا قلت حسيت ان المسائل هتكون اسهل ان انا اساعد فيها اكتر من النظري، عشان النظري تفاصيله كتير ومحتاج باك جراوند كبيره اكتر من مجرد مساله هتفهمه حلها. وبتلعب بالالفاظ فيها كمان يعني بالظبط. لا ومحتاجه فلاش باك لنولجز كبيره، يعني حجم النولج كتير عشان تقدر توصل هو يقصد بيها ايه. تمام. السؤال ده مباشر ما فيهوش يعني وش على طول. ده اي في على اي سي على طول صح كده. طب رقم 45 فاريانس رقم 45 is within budget. لا طبعا ان هنا هو الاكشوال كوست اكتر من الايرنت فاليو، فده كده معناه ان انا الكوست بتاعنا اوفر بادجت. نيجاتيف يا ريت الاسئله تيجي كده. ايوه معنى كده بقى اوفر بادجت. هو بص within budget دي لازم تكون بتساوي زيرو عشان تبقى وزن بادجت، فهي غلط بغض النظر هي اهيد هي اوفر ولا اندر. وزن بادجت دي يعني لازم تبقى ما فيش اصلا كوست فاريانس او يساوي زيرو. تمام. The early finish is the time when the activity ends
if it starts at late start. I'm sure. The early finish is... Early start. Early, fairly early. Early finish is... التايم بتاع التايم بتاع الاكتيفيتي عباره عن الديفرنس ما بين الاثنين خلاص از تايم وين ذا اكتيفيتي ان لازم ينتهي في نشاط اذا بدا في وقت متاخر هو يعني سؤال غير يعني لا 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 لازم ال ستارت مع الايرلي ستارت والليت فينيش مع الليت ستارت بالظبط تمام كده تمام مظبوط طبعا السؤال ده معلش امبارح في المنظمه بتاعت امبارح واحنا مع دكتور تامر كان في سؤال بيقول ان سلاك تايم عباره عن الفرق ما بين بعت الايكويشنز بتاعته امبارح ده السؤال اللي بعديه السؤال 47 هو سؤال 47 كاتب الفرق يعني difference ما بينهم لا 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 مش انا لا 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 السؤال اللي حضرتك السؤال اللي حضرتك بتقصديه كان سؤال رقم 25 وكنت فعلا يعني اتكلمنا وناقشنا فيه بعدها وكانت غلط بالظبط وكانت غلط فعلا تذكرونا بيه ممكن تذكرونا بيه فندم بس عشان هو كاتب ان السلاك ما سلاك تايم عباره عن الليتست فينش ماينس الليتست ستارت طبعا ده غلط هي latest start من latest finish بالضبط يعني start أو finish السلاك لكن ما ينفعش واحد من الستارت واحد من الفينش تمام طيب خليني برضو ايه احط لك اللي احنا اتكلمنا فيه امبارح اللي احنا بعتنا امبارح الديوريشن بتاع اي مشروع بتاع اي activity هو عبارة عن ايه عن الفينش ناقص الستارت تمام بس لازم يكون early وearly تمام كده او هو بحيث ان انا لو بدات في الوقت الearly start date او early start time وزودت عليه duration بنهيلي في الايه في الearly finish بتاعي منطقي جدا انت ارسم البوكس عارفه البوكس بتاع الearly والليت والكلام ده واحنا بنزود الearly start زاد duration عشان نجيب الearly finish وتحت في الباكورد كالكوليشنز ما انا عملت كده انا فكيت في نفسي قلت ايه السؤال الغريب ده مظبوط انت عندك والسلاك بقى كنا بنطرح كل اتنين فوق بعض فاكره لما كنا بنقول مثلا الستارت من الستارت الايرلي بتاع الستارت من الليت والعكس برضو لما كنا البوكس بنرسمه تمام يعني الاكتيفيشن بناخدها هوريزونتالي يعني احنا كنا البوكس اللي هو بيبقى كده اللي هو البوكس كده بالنسبه هنا مثلا لو ديت الايرلي ستارت وديت اللي هو الايرلي فينش ودي الليت ستارت ودي اللي لا اللي في النص دي الاي دي الاي دي لا هنا الاي دي هنا الاي دي وهنا السلاك مش هتفهم هو السلاك كده مكتوب كده صح بص هو لا غلط دي في الليل 6 مربعات الثمانية الاي دي في النص سوري معلش هو مش هتفرق والله هو بيبقى في حاجه اسمها الليجند ده اللي بيوريك فين بالظبط يعني هو مش هتفرق على فكره انت لو عكستهم ولا عملت كده لو خليت هنا هو الاي دي واللي بتاع الاي دي والديوريشن هنا مش هيقول لك لا بس اهم حاجه انك تعمل الليجند ده معلش بس هنا ده ستارت وستارت في الستاك هو ما بين الستارت والاند في السلاك السلاك ده فوق بعض المرونه الوقتيه الاثنين اللي فوق بعض بتطرحهم من بعض ايوه اللي هو مثلا يعني حضرتك حط رجع تاني لا لا انت على فكره هقول لك هفكرك بحاجه كده اول الاثنين اللي فوق بعض في الاول هما الاثنين ستارت اللي صح. بيبقى فوق ايوه صح اللي بيبقى فوق بيبقى ايرلي اللي بيبقى تحت بيبقى ليت عشان يجيب لي ديوريشن بتاع البروجكت كله تمام انما الستاك اللي عايز اشوفه يا دكتور معلش ما شفتوش انت عديته كده كنت كاتبه وكنت عايز اشوفه بعد اذنك ايوه بص حضرتك على الستاك ليتس ستارت ماينس ايرلي ستارت هيتهالي ليتست اند ماينس ليتست ستارت طب بصوا خلينا نقول ان المرونه الوقتيه هي ايه هي فرق المواعيد المتاخره من المواعيد الايرلي تمام كده هنثبت الثاني حاجه اللي هي كلمه ستارت او كلمه فينش تمام بنطرح الليت ناقص الايرلي عشان اشوف المرونه الوقتيه المسموحه قد ايه معلش انا عندي دلوقتي النشاط ده كده النشاط ده بيبدا في ميعاد وبينهي في ميعاد تمام كده النشاط ده لو اتاخر وبقى بيبدا كده وبيخلص كده
انا عشان اشوف المرونه الوقتيه بتاعته بجيب ايه؟ والله بجيب الفرق ما بين الستارت بتاعه الايرلي بتاعه وما بين الليت ستارت بتاعه، الفرق ما بينهم هي دي المرونه الوقتيه، وهي هي نفسها الايرلي فينش بتاعه والليت فينش بتاعه، والفرق ما بينهم هو السلاك، ودي معادله السلاك. انا اللي انا فاهمه دكتور ان الليت ستارت والايرلي ستارت دول على نفس على نفس الليفل، مش فوق بعض، على نفس الليفل. انت اللي فاهم ايه ان الليت ستارت وايه تاني والايرلي ستارت الاثنين على نفس الليفل في البوكس اللي حضرتك دي، بيبقوا الاثنين فوق، واحد ليت ستارت واحد ايرلي ستارت، والفرق ما بينهم بيبقى ديوريشن. انما الستاك بيبقى ما بين الليتست اند ماينس الليتست ستارت، او حضرتك عكست. لا لا بص هقول لك على حاجه. ده البوكس اهو، تمام كده. هنقول ان احنا مثلا ايه، انا ماليش دعوه بالاي دي وبالديوريشن، انا هحط الاربع ازمنه بس. ده الايرلي ستارت. الايرلي ستارت هنا ايه؟ هنا ايه؟ هنا ديت ليتست ستارت. لا غلط، الايرلي فينش. الليت ستارت تحت اهي، الايرلي فينش. تمام، هنا الليت ستارت. تمام خلاص، يعني العمود الاولاني للستارت، العمود الثاني للفينش، الاعمده بناخدها بالاعمده. تمام بص تمام بالظبط. والصف الاول للايرلي والصف الثاني للليت، صح كده؟ تمام. لو احنا بنتكلم كده، ده الاثنين اللي فوق بعض دول ستارت، الاثنين اللي فوق بعض هنا الفينش، اللي فوق الاثنين اللي جنب بعض هنا ايرلي، الاثنين اللي جنب بعض هنا الليت. السلاك بقى بيبقى السلاك بقى فرق ده من ده، او فرق ده من ده، ده السلاك. طب الديوريشن فرق ده من ده، او فرق ده من ده؟ فرق ده من ده. تمام تمام كده، مية مية يا دكتور، والله جزاكم الله خير. زمن التراخي يا دكتور. هو السلاك هو زمن التراخي. بالظبط tell us the amount of time an activity can be delayed and not delay the project. هو زمن السلاك او الفلوتس او التراخي او التراخي او ايه، صح. او المرونه الوقتيه، ده هي دي قيمه او مقدار الوقت ان النشاط ممكن يتاخره من غير ما ياخر للمشروع، فدي صح. كون على 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 مسار غير المسار الحرج، صح كده؟ على فكره المسار الحرج، اي نشاط على المسار الحرج لا بيساوي صفر. ايوه فعلا، ده حقيقه. بيبقى على اي مسار غير المسار الحرج، مظبوط صح. المعادلات دي انتم محتاجين نتناقش فيها؟ لا 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 لا، مش عايزين نضيع وقتك كده. تمام، يعني هي على فكره هو نفس كل اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده. يعني انت لو بصيت فيها خلاص، انت المفروض دلوقتي لو بصيت في المعادلات دي، لا انت ممكن اللي هي فاريانس اف كومبليشن بس مال في اس سي بس. اوكي. فاكره البادجت ات كومبليشن. البادجت ات كومبليشن ده كان نهائي قيمه المشروع بالكامل لو احنا مشينا زي ما احنا المخطط ليه. جميل قوي. طب فاكره الاستيميت ات كومبليشن كان ايه؟ دي اعتقد كانت فرق دي لا، اللي هي بعد ما نجمع الاكتوال كوست على الاستيميت تو كومبليشن. بالظبط، اللي هو اللي باقي من المشروع المفروض ان احنا نبدا نشوف الاكتوال كوست، هنعيد تقديره تاني، صح؟ هي لما احنا بنزود على الاكتوال كوست الاستيميت تو كومبليت، بنوصل للاستيميت ات كومبليشن. ومن منظور تاني هي قيمه التغير بتاع نهايه المشروع بعد ما ناخد في اعتبارنا الفاريانس اللي حصل. تمام. طب في بقى اللي هي سي سي بي اي دي الاخر واحده تحت.